ليفر، وقلنا ايه الفانكشن بتاعته، وقلنا يعني ايه ليفر سيفيريا، وقلنا يعني ايه سيروزس، وقلنا يعني ايه فوماسيروز، يعني ايه ريكومبانشن. المره دي ان شاء الله هنتكلم على اول حاجه من الفاركيبتس دي كومبانسيشن، تمام، اللي هي الاسايتس. هنعرف ايه هي الديفينيشن بتاع الاسايتس، هنعرف الاسايتس دي بتتكون ازاي، ماشي، ايه الكوز او الجنرال كوز بتاعت الاسايتس، هل هي كل الاسايتس هيباتيك بس، تمام، ولا ليها اسباب تانيه ممكن تعملها معانا. هنعرف ازاي نشخص لما تجينا حاله اسايتس ازاي نتعامل معاها، او ايه الحاجات اللي نعملها، ايه الحاجات الجنرال اللي نعملها، وايه الحاجات السبيسيفيك الخاصه بالاسايتس بس اللي نعملها، تمام. هنعرف ايه لما تجينا حاله اسايتس ايه الدكتور بيكتب ادويه معينه ما بيكتبش ادويه معينه، او ايه بتشتغل ازاي، تمام. هنعرف ايه الاسايتس ذات هي ممكن تكون كومبليكيتد، يعني ايه كومبليكيتد، ويعني ايه نون كومبليكيتد اسايتس، يعني ايه فيرجن اسايتس، فيرجن اسايتس هي اللي كومبليكيتد، تمام. هنعرف ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في الاسايتس ده وتخليها ما تجيبش ريسبونس على التراديشنال ثيريتمي، تمام، وايه ازاي نتعامل مع الكومبليكيشنز، تمام. هناخد حاجه اسمها السبونتينيوس بكتيريا بريدونايتس، ده واحده من اشهر الكومبليكيشن اللي بتحصل في الاسايتس، وهناخد الهيباتورينال سندروم، تمام. طيب الاسايتس الديفينيشن بتاعها، اول حاجه الديفينيشن بتاع الاسايتس هو باثولوجيكال فري فلويد في البريتونيال كافيتي. طب ده قلت كلمه باثولوجيكال يبقى معنى كده ان في ايه؟ فيسيولوجيكال، تمام. وبدال كل فريت فلويد يبقى في حاجه اسمها فلويد، صح ولا انا غلطان؟ يبقى الانسيستد مش معايا، الانسيستد مش معايا على مستواكم انتوا حتى، يعني على الاقل على مستواكم انتوا مش معايا، تمام كده؟ لان في بعض الامراض مثلا زي التي بي بتعمل سبتيشنز في الاسايتس، بتقدم كلها اسايتس صحيه، تمام؟ بس فيها سبتيشنز بيسموها انسيستد اسايتس، دي مش تبعها. خلينا بس الاسايتس ديفينيشن بتاعها اللي هو الباثولوجيكال وفري فلويد، تمام كده؟ طيب ايه الفيسيولوجيكال فري فلويد اللي ممكن يكون موجود؟ بتقول الانتستين بتاعتنا في اراوند 50 سي سي فلويد موجودين، وظيفتهم اللوبريكيشن بتاعت الانتستين، الانتستين عشان الموتيليتي بتاعت الانتستين، الانتستين اللوبس ما تلزقش في بعضها، ما فيش الفلويد ده الانتستين هتلزق في بعضها. ده اول فيسيولوجيكال فلويد ممكن يكون اللي موجود عندنا. تاني حاجه الفيميل اثناء فتره الاوفيوليشن، اثناء فتره الاوفيوليشن بيحصل فيها ريليز زي انفلاماتوري جزء من انفلاماتوري بروسيس حوالي 50 سي سي كده. باستثناء الاثنين دولت ماشي، اي فري فلويد بعد كده بنسميه ايه؟ باثولوجيكال، تمام؟ واتفقنا ان لازم يكون ايه؟ فري مش انسيستنت، تمام؟ طيب الشيء بالشيء يذكر ان احنا نقول ان 85% من 80 ل 85% سيب الباب مفتوح، سيب الباب مفتوح، سيب الباب مفتوح. من 80 ل 85% من حالات الاسايتس سببها ايه؟ سيروزس. يبقى 80 85% سببها ايه؟ سيروزس بايا كان الايتيولوجي بتاع السيروزس. خلاص؟ وبقيه الاسباب اللي هنقولها حالا كلها بتشارك في كام؟ 15%. يبقى اذا لما تيجي لحضرتك حاله اسايتس يبقى هي ايه؟ سيروزس انتل بروف اوزرفايس. تمام كده؟ طيب الكومن كوز بتاعت الاسايتس زي ما قلت لحضراتكم السيروزس، وده اشهر سبب من 80 ل 85%. يلي بعد كده المالجنت انفيجن في البريتونيوم اللي هي الميزوسيليوما، ده مالجنت بيطلع في البريتونيوم. اشهر اثنين ماتوا بالكلام ده مين؟ هتعرف؟ اشهر اثنين مالجنت اثنين بالميزوسيليوما، اثنين ممثلين. لا محمد فوزي راجل سرطان عظم، اثنين ممثلين برضه، احمد زكي ده واحد والثاني عبد الله محمود. مش عارفين عبد الله محمود؟ الوحيد اللي مات في فيلم الطريق الى ايلات. الوحيد اللي مات. تمام؟ خلاص؟ كمان ثالث سبب اللي هو حاجات الكومون رايت سايد هارت فيلر. ثالث سبب كومون اللي هو الرايت سايد ايه؟ هارت فيلر. طيب اذر كوزز ممكن تعملها عندنا ايه؟ البورتال هايبرتنشن ايا كان السبب بتاعه بره الليفر. لان البورتال هايبرتنشن ده لما نيجي ناكل هنلاقي في حاجات بريهيباتيك، يعني زي لو في اللارج ليمف نود، تمام، ضغط على البورتال فين، لو في سرومبس في البورتال فين دي اي حاجه مالجنسي مالجنسي، تمام، دي بتسميها بري هيباتيك. انت لو هيباتيك زي الشيستوزوما مثلا، بس الشيستوزوما بتعمل اسايتس في الفيري ليت ستيجز، او البوست هيباتيك زي مثلا حاجه مستخشف في الفيروفينا كاف، تمام، يبقى ديت ايه؟ يبقى البورتال هايبرتنشن ايا كان سببه، تمام. بس ده مش حاجه مهمه جدا جدا زي الحاجات الثانيه. لو في انفكشنز في البروتونيوم زي التوبيركوس بروتونايتس تي بي، تمام، لو البنكرياتيك اسايتس ماشي، يعني البنكرياس لما بيحصل اكيوت نيكروتايزنج بنكرياتيتس، خدتوها لسه ما خدتهاش من مرات، خدتوها تمام، بيحصل فيها فري فلويد بيحصل جوه، ده من ضمن الاسباب.
تمام؟ ممكن تكون بارت من الجنراليزد إديما زي ايه؟ الرينال، اي كان سبب الرينال زي الفوتكس والجروم والفوتكس والجروم، لو انت حاطه اطفال لو فكرتوها في رمز، ما تحطوهاش في الاطفال ان الفوتكس والنفوتكس، تمام؟ وممكن تكون بارت من النيوتريشنال إديما زي الناس اللي هم بيشتغلوا، هتشوفهم برضه في الاطفال القواشير كرومالازمس، خلاص؟ القواشير كرومالازمس بالذات هتلاقي فيهم العيان ده هم عندها في جنراليزد انسيت او في جنراليزد إديما. خلاص فيري دير كوسز زي ثلاثه الضغط واستراكشر ودي بتعمل لك الكايلس اسايتس دي مش هي كاركتر كده نوع معين كده الاسايتس نيجي نسحب عينه منه نلاقيه طالع ميلكي وايت نحط عليه نقطه خل بيبيض كله دي مش هي كاركتر ده لما بيحصل فيه ثلاثه الضغط ثلاثه الضغط واستراكشر ثلاثه الضغط دي اتنين الضغط اللي بتلم الليمفاتيك كلها بتاعه الابدومن بتاعه اللور ليم وبتطلع تصبها في الليفت المومينيت في لما يحصل فيها استراكشر يعمل لك كايلس اسايتس كمان من الرير كوسز الميكس سندروم الميكس سندروم ده هي عباره عن اسمها سندروم يبقى تلات حاجات يبقى كذا حاجه مربوطين ببعض ايه هم؟ هم تلات حاجات رايت اوفيريان تيومر او اوفيريان تيومر عموما تمام؟ عنده اسايتس وعنده جلور افيوجن اوفيريان تيومر واسايتس وجلور افيوجن يجوا مع بعض كده يبقى هم الميكس سندروم هتيجي في الرجاله؟ الميكس سندروم هتيجي في الرجاله؟ لا ماشي؟ واخر حاجه الهايبو ثايرويديزم واخر حاجه اللي هي الايه؟ الهايبو ثايرويديزم تمام كده؟ طيب احنا زي ما اتفقنا ان 85 او 80% من 85% من اسباب السيروزس بتحصل في العيان الهيباتيك صح ولا غلط او بسماها السيروزس او السيروتيك اسايتس طيب ايه اللي في السيروزس او الباسو فيسيولوجي اللي بيحصل في العيان السيروزس ده اهو يخلي الاسايتس تتكون فيه اول حاجه البورتال هايبرتنشن البورتال هايبرتنشن ده هو لوكالايزنج فاكتور هو اللي هيحدد لي مكان الاسايتس هتتجمع فين صح كده ولا غلطان العيان الهيباتيك ده هو بيحصل فيه بورتال هايبرتنشن كجزء من البارينكيمتس اما من الفاسكولار ديكومبنسيشن تمام هو اللي هتحدد لي العيان ده هو هتحصل له الاسايتس فين زي العيان اللي عنده دي في تي حلو الكلام مين اللي بيورم رجله يعني هو عنده دي في تي في رايت سايد تمام رجله اليمين اللي بتنق بتورم برده ولا رجله الشمال اشمعنى اليمين عشان هي ده فيها لوكالايزنج فاكتور صح يبقى البورتال هايبرتنشن ده هو اللوكالايزنج فاكتور اللي هيقول لي الاسايتس هتتجمع هنا في الفري فلو تايم تمام ده رقم واحد تاني حاجة العيان دوت عنده هايبو البومينيميا، طب الهايبو البومينيميا دي بتحصل ليه؟ أول حاجة ديكريزد انتيك، طب ديكريزد انتيك ليه؟ اللي عنده أصلا هيباتيك لو تفتكروا في المرة اللي فاتت قلنا في جنرال مانفستيشن اللي هو عنده أنوريكسي هو ما بياكلش أصلا تمام؟ ولو فرض إن ربنا كرمه وبياكل كتير قوي من الأطباء ساعة ما تشوف العيان هيباتيك تقول له إيه مالكش دعوة ولا تاكل لحمة ولا فراخ ولا بيض ولا 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 عشان هتخش في غيبوبة كبدية يبقى إياتروجين مع إن الكلام ده غلط معنى الكلام ده ايه؟ مش صح. يبقى انت بتدخل العيان دوت فايبر بومينيميا ازاي؟ ان انت ما اكلتوش كويس. ديكريز دي انتيك تمام؟ طيب تاني حاجه الجي اي تي في العيان الهيباتيك بيحصل فيها اديما تمام؟ وقلنا الليفر دوت المسؤول عن الفورميشن بتاع او الاكتيفيشن اللي هو بيعمل السكريشن بتاعت البايل اسيد والبايل سولت عن طريق البيلر سكريشن وده هيت لها رول في الاكتيفيشن بتاع الدجستيف انزيمز. طيب هو بياكل بروتين وكل حاجه زي الفل بس عنده عمليه الدايجيشن مش مظبوطه وبالتبعيه عمليه الابزوربشن مش مظبوطه يبقى في ديكريز دي انتيك في نقص في الابزوربشن تمام طيب في زياده في اللص طب في زياده في اللص ده هيحصل ازاي؟ ان زياده في اللص ده هيحصل عنده ريكورنت اتاكس اوف هيماتيميسيز وميلينا صح ولا انا غلطان؟ العيان الهيباتيك بيجي له هيماتيميسيز وميلينا كتير طب لما يجي له هيماتيميسيز وميلينا هو بيفقد البلاد البلاد ده عباره عن ايه؟ ار بي سيز وواي بلاد سيلز وبليتلت وبلازما صح ولا غلط؟ البلازما دي فيها ايه؟ البوم صح؟ يبقى بيفقد جزء من الالبوم ده في الوسط تمام؟ العيان ده بيجيب له ارقارات اكتاكس عشان الاديما اللي في موجوده في الجي اي تي اوف فوميتنج ودايريه خلاص؟ تالت حاجه ان احنا العيان ده هنعرف كمان شويه بيروح لدكاتره كتير بتعمل له باراسنتيزيس ممكن الباراسنتيزيس ولو كميات كبيره ما تعملهاش بليسمنت كويس العيان ده يخش منك في ايه؟ في نقص ايوه البومينين خلاص؟ رابع ميكانيزم بيحصل احنا قلنا الليفر دوت هو المصنع اللي الامينو اسيدز بيحصل لها ابزوربشن وبتروح فيه تتصنع فيه يبقى السنسس عندك الليفر ايه؟ افكتيف يبقى عندك هنا الهايبو البوليميا حصلت ايه؟ يا ديكريز دي انتيك تمام؟ يا نقص في الابزوربشن يا في زياده في النص يا اما رقم اربعه في السنسس ذات نفسه في المصنع ذات نفسه مش موجود مظبوط تمام؟ طيب تالت حاجه بتحصل في العيان الهيباتيك نتيجه الكونجيشن اللي موجوده عنده في سيركوليشن او بورتال سيركوليشن ماشي بيحصل في العيان دهوت ريليز لكميه كبيره جدا من الفازو دايليتورز الفازو دايليتورز ده بتعمل فازو دايليتورز فين؟ في السبرينكلينج اريا وتعمل لك على الكدني ايه؟ فازو فينستريكشن
طب هذا الفاسو دايركتيشن على السبرين كليك اريا وفاسو كونستريكشن على الكدني يعمل لك اكتيفيشن ايه للرينين انجيوتنسين سيستم اللي هو الراس سيستم. طب الراس سيستم دوت لما حصل له اكتيفيشن ايه اللي هيحصل في العيان دوت؟ صوت هايبر الدوستيرون. كمل القصه بتاعتها بتاعت الكدني، يحصل لك زياده الالدوسترون، لما زاد الالدوسترون يحصل له ايه؟ هايبر الدوستيرونيزم. تمام ماشي. اخر حاجه احنا قلنا الفايبروزس لو تفتكروا قفل الساينوسويتس، ولما قفل الساينوسويتس ولما قفل الساينوسويتس تمام زود لك الليمفاتيك فلو، صح كده ولا غلطان؟ الليمفاتيك ما عادش بيمشي في مساره الطبيعي، فبقى يحصل حاجه اسمها هيباتيك ويد اللي هي شغال كده من عند كده ظهر في المضاد الصناعي. خلاص يبقى الاربع ميكانيزمات عندي ايه؟ بورتر هايبرتنشن، هايبو البونيميا، سولت ووتر ريتنشن. تمام اخر حاجه خالص الليمفاتيك ايه برودكشن. اربع حاجات. طب ليه انا بقول الاربعه دولت؟ عشان لما هنيجي نتكلم في التريتمنت كمان شويه انا هشتغل على الاربعه دول. لما هنيجي نتكلم في التريتمنت كمان شويه انا هشتغل على ايه؟ على الاربعه دول. تمام؟ طيب كلينيكال مانيفستيشن في العين الليمفاتيك بتاعك. العين هيجي يشتكي يقول لي ايه؟ والله يا دكتور انا مش عارف ان بطني بدات تتنفخ. انا عندي بين ضل ايكنج بين في بطني. حاسس بعص هضم. دي الكومبليت المشهوره بتاعت العين الليمفاتيك بتاعك. تمام؟ هيحصل لي ديفلوبمنت اوف هيرنيا، هيقول لي والله ده في فرق فتق بدا يظهر في الصور، في عرق بدا يظهر في الصور. تمام؟ في السيفير كيسز العيان ده ممكن تكون اسايتس، هي ضغط على النفس بتاعه وضربت العيان لما يجي ينام فلات مش قادر ينام فلات، لازم ينام وهو قاعد عنده قرصان. خلاص؟ دي بتبقى ميكانيكال ما بتبقاش ايه؟ فيسيولوجيكال، ما بتبقاش باثولوجيكال، مش نتيجه باثولوجي موجود في اللانجز نفسها، القرصان هنا سببها ايه؟ ميكانيكال. تمام؟ هتبص تلاقي العيان ده ممكن تشتكيك من اللور ليمب سويلنج او اللور ليمب ايديما. تمام؟ طيب انت لما تبص على العيان بتاعنا ده هتبص عليه هتلاقي فيه ايه؟ اول حاجه هتلاقي في العيان مانيفستيشن بتاعت او الجنرال ستيجماتا بتاعت الليفر سيل فيلر اللي احنا قلنا عليها في الكلينيكال راوند المره اللي فاتت وشفتها حضراتكم، اللي هو سواء كانت الجوندس تمام، سواء كانت الايكوموسيس والبريدنج تندنسي، هتلاقي السبايدر نيفاي، هتلاقي البربر ايجريسيما، هتلاقي العيان دوت عنده لور ليمب سويلنج وعنده كمان فلابنج كريمورز ممكن تلاقيهم موجودين عند العيان ده. تمام؟ دي مانيفستيشن بتاعت الليفر سيل فيلر، صح ولا انا غلطان؟ طيب لما تيجي تعمل له لما تيجي تبص على العين دوت تعمل لوكال ابدومينال اكزامينشن هتلاقي فيه ديفيوز ابدومينال ديستنشن. ديفيوز ابدومينال ديستنشن ده رقم واحد. رقم اثنين هتلاقي فيه سينز او مانيفستيشن بتاعت اوف كرونيك انكريز انترا ابدومينال بريشر اللي هم ايه؟ اول حاجه وايدنينج بوستال انجل. مستقيم مستقيم انجل تبقى اوفيوز هناخدها النهارده ان شاء الله نطلع فوق. تمام؟ هتلاقي رقم اثنين في دايفركيشن في الطاي. تمام؟ هتلاقي امبلايكس رقم ثلاثه شيفت داون وورد وبقت فلاتن، ده ايفن كمان ممكن تكون هرنيتد بالمنظر ده، يبقى دي فلاتن دي اهي وممكن تلاقي فيها هرنيتد كمان. خلاص؟ ده في الانسبكشن. تمام؟ طيب هتلاقي كمان على العين دوت ممكن تلاقي في دايليتد ابدومينال فينز، دايليتد ابدومينال فينز اللي هي هتقول لي والله ده حاله تابوت ميدوزا زي ديت. تمام؟ او ممكن تكون حاله دايليتد ابدومينال فينز ده هي ماشي ممكن تكون انفيروس فينا كيفا او استراكشر، وهنعرف في الكلينيكال راوند ازاي بنفرق ما بين الاثنين. خلاص؟ يعني هتلاقي في دايليتد فينز على الابدوم، ودايليتد فينز دي ممكن تكون تابوت ميدوزا او ممكن تكون ايه؟ انفيروس فينا كيفا استراكشر. تمام؟ في البالبيشن هتيجي تحس الاورجانز هتلاقيها صعبه معاك شويه، اللي داخلين متاخر يخشوا بدون صوت. تيجي تحس الاورجانز مش هتلاقيها سهله معاك في البالبيشن، بس تقدر تجيبها بالديبنج ميثود. تمام؟ هتلاقي ترانسميت السريل لما تيجي تعملها على العيان تلاقي ترانسميت السريل بوزيتيف معاها. تمام؟ هتيجي ده في حالات التنس اسايتس، لو الحاله ده هي مش السبب بتاعها ليفر ديزيز وسببها تي بي او ماليجنسي او اي حاجه ثانيه ممكن تحس مانس، ممكن تحس ايه؟ مانس موجوده معاها. تمام؟ في البركشن هتلاقي البوست عندك شيفتنج بلاندس موجوده عند حضرتك في الحاله. تمام؟ طيب الاسايتس ده لها سكندري افكتس، يعني مش بيقتصر دورها على الابدومين بس، ده في مانيفستيشنز بتطلع بره كمان زي ايه؟ ممكن تلاقي العيان دوت عنده بلورال ديفيوجن. تمام؟ ممكن تلاقي العيان دوت عنده ايه؟ بلورال ديفيوجن. طيب مش احنا كنا بنقول الارثوجنيا دلوقتي بتحصل عشان الميكانيكال فاكتور؟ زي الارثوجنيا بالظبط، هتلاقي عندك كونجستد نيك فين. تمام؟ كونجستد نيك فين. الديافرام لما اترفع تمام؟ زق الميديستاينم معاه، فتلاقي في السكند انتركوستال سبيس هتلاقي في دنس.
مش معناها ان في عيان عنده بلمونري هايبرتنشن او اورتي ديستنشن، لا ده هي الميجاستينم اللي اتزقت لفوق لما نتيجه الديستنشن اللي حصل تحت، زق الدايفرام لفوق، زق الدايفرام، زق الميجاستينم كلها فوق، تمام كده؟ هقولك تعرفهم ازاي؟ تيجي تعمل بركشن على البيس بتاعت اللنج نتيجه الدايفرام طالع ضغط على البيس بتاعت اللنج عامل فيها كلها ستيفي تسم، تعمل عليها بركشن تلاقي فيها دونس، تقول لك العيان عنده نمونيا او برونكونومي وما عندوش حاجه، تمام؟ رابع حاجه تلاقي كل المانيفستيشن او الكاردياك ايبكس كمان تلاقيها اتحرفت شويه عن مكانها. هو زق الميجستاين وهو الدايفرام طلع فوق، زق الميجستاين معاه. طب عايز تفرق، خلي عيالك تاخد ديب انسبيريشن، تلاقي كل حاجه رجعت طبيعتها تاني. ليه؟ لانك انت زقت الدايفرام تحت، فرد الميجستاين تاني، كل حاجه رجعت ايه؟ طبيعتها تاني. خلاص؟ بمعنى جت ان اللي زائق منين؟ من تحت الدايفرام. تمام؟ خلاص؟ في عندكم حاجه في البركشن هتاخدوها اسمه تايدل بركشن. تايدل بركشن ده اللي بيقول لك ايه؟ انا عايز افرق ما بين الباثولوجي ده اهو سوبرا دايفراجماتيك ولا تحت دايفرام، صح ولا غلطان؟ تعمل له بركشن هتلاقيه موجود، تمام؟ خلي العيان ياخد ديب انسبيريشن، هتبص تلاقي ايه؟ لو الدايفرام زق ونزل تلاقي لها الصوت اتغير، صح كده ولا غلطان؟ هي دي. فتلاقي المانيفستيشن ده كلها تتغير لما العيان ياخد ايه؟ ديب بريس ويقعد قعد العيان وخليه ياخد ديب بريس، تمام؟ هتلاقي الاسايتس نزل تحت، الدايفرام نزل تحت، العيان خد ديب انسبيريشن زق الدايفرام لتحت، كل الميجاستين انفردت معاك تاني، تمام؟ زائد انك هتلاقي فيه مانيفستيشنز طبعا اوف ذا كورس، يعني لو حاله تي بي هتلاقي فيها مانيفستيشن موجوده كمان شويه او بالتريس هتلاقي فيها ايه؟ المانيفستيشن بتاعتها. طيب عشان ان احنا نتعامل مع حاله اسايتس هنعمل ايه؟ اول حاجه هتطلبها من المعمل كومبليت هيباتيك بروفايل، الهيباتيك بروفايل سواء كان ليفر انزيمز سواء كان سراب البومين نبصهم بالتايم اكتيفيتي، تمام؟ ماشي؟ هنطلب طبعا ثاني حاجه الايكيولوجيكال دايجنوز عشان اعرف سبب الايكيولوجي بتاعت الحاله ديت ايه، تمام كده؟ ماشي؟ ثالث حاجه ودي بقى اللي سبيسيفيك للاسايتس ان انا اعمل حاجه اسمه دايجنوستيك باراسيمتيزيس. طيب وانت دايجنوستيك باراسيمتيزيس لازم حضرتك تاخد بالك من اربع نقط، ماشي؟ اول نقطه الاماونت اللي هتسحبها، انت هتسحب ليه؟ لو هتسحب كميه هتروح للمعمل علشان دايجنوستيك البروسيدر العادي بتاعتي، تمام؟ من 10 ل 20 مللي كفايه قوي. طب لو هتسحب كميه هتدور فيها على مالجنسي اقل كميه مقبوله 50 سي سي. هو اللي بيكون كومبليت هيباتيك بروفايل والايتيولوجي فور دايجنوستيك. طيب تمام؟ هي السيروز هي نفس الكلام بتاع السيروز بتاع المره اللي فاتت، مفيش جديد يعني. تمام كده يا جماعه؟ يبقى من 10 ل 20 مللي ده لو انت هتعمل دايجنوز هتوديه المعمل اللي هتقول عليه كمان شويه. لو هتعمل كالتشر او سيتولوجي يبقى اقل كميه كام؟ 50 سي سي. تاني نقطه هتسحب منها السايت، تسحب منين؟ الرايت او ليفت او سوبرا بيوبيك. بس كل حاجه من دولت مش مفيش محبه اللي يعني مفيش كلام اتفاق ان احنا نسحب من مكان معين. من الثلاثة دول يعني مفيش حاجة لها بريوريتي، بس قال لك البريوريتي ايه؟ لو العيان عنده سبرين كبير ومغطي على الناحية الليفت اللي هتسحب منها اسحب رايت، صح؟ لو العيان عنده هيباتوميجالي كبير تسحب من الناحية التانية، طب لو ليك اثنين اورجانز كبار سوبرا بيوبيك، بس أهم حاجة في السوبرا بيوبيك تمام؟ تركب قسطرة للعيان قبل ما يعمل. تركب ايه؟ قسطرة للعيان قبل ما يعمل عشان تتأكد إن هو عمل ايه؟ ايفاكويشن من يورينال بلود. تمام كده؟ اتاكد ان حضرتك عملت ايفاكويشن اليورينري بلاك. طيب ثالث حاجه التكنيك، ما تجيبش العيان تنيمه وتخش بالابره من بره لجوه مره واحده كده، لو دخلت بالابره من بره لجوه كده مره واحده يبقى الفتحه اللي بره الفتحه اللي جوه عملت فيستولا حضرتك. بص تلاقي العيان بعد ما عملت له دايجنوستيك باراسيمتيزيس قايم وجنبه ده غرقان ميه، يروح بيتهم ويجي يقول لك منه لله دكتور انا، بص تلاقي على جنبه كده يقول لك ايه اصل الدكتور منه لله لما عمل لي بس جرق لي جنبي ميه، تمام؟ ليه؟ لانه دخل الفتحه اللي بره قصاد الفتحه اللي جوه. طب قال لك علشان ما تعملش الحته دي تعمل حاجه اسمه ايه؟ الزد تراك تكنيك. الزد تراك تكنيك هتعمله ازاي؟ قدامك طريقه من الاثنين. لو انت بتعرف تشتغل كويس هتقدر تمشي تحت الجلد مسافه وتعمل دايركت بنتريشن وتخش جوه، تمام؟ طب لو حضرتك ما بتعرفش تشتغل كويس شد الجلد بس بايدك كده اهو لتحت 2 سم او فوق 2 سم، يعني حركه الجلد في اي اتجاه 2 سم. حلو الكلام؟ وخش دايركت. وخش ايه؟ يعني ما خليكش على الجلد لتحت وخش دايركت. تمام؟ لما حضرتك تسحب وتطلع وتسيب الجلد هتلاقي الفتحه بتاعت الجلد بقت فين؟ بعيد عن الفتحه الثانيه قد ايه؟ 2 سم، صح كده ولا غلطان؟ تاني؟ لما حضرتك شديت الجلد كده اهو، هو نفترض اهو انا شديت الجلد اهو 2 سم اهو. شديت الجلد اهو ودخلت كده مباشر. صح؟ اصبحت الفتحه اللي جوه فين؟ تحت الحرف ده. طب بعد ما سحبت وانت جاي سايب الجلد كده.
ما انت فتحت الجلد فين؟ تحت، والفتحه الثانيه ايه؟ يبقى انت كده عملت زي الزد اللي فات جنيك، بس انت عملتها ازاي؟ بطريقه ثانيه. خلاص؟ دي ثالث نقطه. انت بتشد الجلد بس، مش بتشد العبد، مش بتشد العبد من كلها، مش بتشد المصر. الجلد بس. يا جماعه الجلد بس، مش المصر كلها، الجلد بس. تمام؟ خلاص؟ طيب، وانت بعت للمعمل تاخد بالك من حضرتك ان في حبه كلاب لازم المعمل يبعتهم لك، ولو المعمل ما بعتهمش يبقى في مشكله. الروتين اللي لازم يتعمل لازم المعمل يبعت لك التوتال بروتين، وهنقول حالا ليه. لازم يبعت لك الالبوم في الاسيتيك فلويد ده ليه؟ وهيبعت لك السيل كاونت في الاسيتيك فلويد ده. تمام؟ ده الروتين، ده لازم يتعمل، دول ما فيهمش اكسكيوز. تمام؟ ده رقم واحد. رقم اثنين الاوبشنال الكالشر، ماشي؟ ده رقم واحد. رقم اثنين البرامستين، ماشي؟ رقم ثلاثة الجلوكوز، رقم أربعة ال دي اتش، رقم خمسة إن أنت ممكن تعمل سيروم الأميليز في الأستيك فلويد، وهقولهم لكم حالا برضه ليه، ماشي؟ رقم ثلاثة الأنيوجوال، مش كل الحالات هنطلبهم فيهم، هنطلبهم لو أنت شاكك في إنشيولوجي معين هتعملهم زي التي في سميل أو كالشر، السيتولوجي لو أنت شاكك في مالجنسي، التريجلوسلايت لو أنت شاكك إن دي حالة فايلس وبستراكشن، تمام؟ وآخر حاجة البيروبي لو أنت شاكك إن العيان دوت كان عامل عملية إمبارح عند الدكتور إبراهيم، ودكتور ابراهيم نسي يقفل الكوموبايل ضغط او ما قفلش على الكوموبايل ضغط كويس وحصل له بيلر ريكج وجاي لك النهارده بصيت قد كده، فانت تتاكد هل في بيلروبين موجود ولا لا. تمام؟ الجدول ده عندكم في الكتاب، موجود عندكم في الكتاب كله. الان هيلبفول مش هتستفيد بهم حاجه، زي حضرتك لما بتيجي تعمل تحليل بول كده وتلاقي الدكتور كاتب لك في تحليل بول حاجات كتير قوي 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 مالهاش لازمه، ماشي؟ زي البي اتش واللاكتيت والكوليسترول والفايبرونكتين، وان كان في كلام دلوقتي بيتكلموا على الفايبرونكتين والرول بتاعه في الاس بي بي سبونتينس بعد كده، بس على مستوانا كده لحد دلوقتي خلينا حلوين قوي ان هو مش هنستفيد بهم حاجه دلوقتي. تمام؟ طيب البروتين كونسنتريشن، البروتين كونسنتريشن هيفرق معايا في ايه؟ رقم واحد كان في سيوري زمان بتقول لك ان اي فلويد في الدنيا يا ترانسوليت يا اكسوليت، صح كده ولا انا غلطان؟ خدتها في البكتيريا الكلام او في الباثولوجي، خدتها في الباثولوجي ترانسوليت اكسوليت صح؟ على حسب البروتين كونتين، لو البروتين كونتين في الفلويد اكتر من 2.5 يبقى ده ايه؟ اكسوليت صح؟ ولو اقل من 2.5 يبقى ده ترانسوليت، ده الاولد سيوري صح؟ يعني انا عايز اعرف الاسيتيك فلويد ده هو بس ولا ترانسوليت، هشوف البروتين كونتين، لو اكتر من 2.5 يبقى ده بس، لو اقل من 2.5 يبقى ده ترانسوليت، يعني مش كده تبقى او مينا ديزيز او اي ان تي دي الاولد سيوري صح كده؟ ماشي؟ ما عدناش بنستخدمها دلوقتي. طيب برضه مش هستخدمه؟ لا هستخدمه. قال لك ان انت هتشوف التوتال بروتين كونتنت اللي موجود في الاسيتيك فلويد، ولو لقيت التوتال بروتين كونتنت اللي موجود ده اهو اقل من 1 جرام بير ديسيليتر، معناها ان العيان ده اهوت هيخش منك في كومبليكيشن على الاسيتيك فلويد، وهنعرفها كمان شويه. تمام؟ هيخش منك في كومبليكيشن على الاسيتيك فلويد، اشهر الكومبليكيشن هي اس بي بي اللي هي سبونتينس باكتيريا بروتيمانتس. خلاص؟ يبقى انت هتشوف البروتين كونتنت لو اقل من 1 جرام، ماشي؟ كان زمان 1.5 دلوقتي بقى 1. خلاص؟ العرف العيان ده هيخش منك في ايه؟ الاقصيت ازاي مش هتعدي كده بسهوله، لازم العيان ده تحصل له كومبليكيشن فيه. فخد بالك عشان كمان شويه هقول لك البروفيلاكسز هتعمل فيه. خلاص؟ ده رقم واحد. تاني حاجه الالبومين كونتنت، انا قلت لكم هم ايه؟ ثلاثه مادات لازم يتعمل. تمام؟ الالبومين كونتنت، طب الالبومين كونتنت هيفرق معايا ايه؟ احنا كنا زمان كنا بنقول ايه؟ ترانسوليت واكسوليت صح؟ قال لك لا انا عايز اضيق السايكل خالص، وحايس ان انا اعرف هل الاسيتيك فلويد ده اهو حاجه له علاقه بالليفر ديزيز ولا مفيش حاجه بالليفر ديزيز. قال لك اعمل حاجه اسمها الساج. الساج دي هتعمل لها اختصار كلمه ايه؟ سيرم الايه الاولانيه اسيتيك، الايه الثانيه البومين، جريدينت. يعني ايه؟ هسحب عين الدم من العيان او بتاع المعمل واسحبه عين الاسيتيك فلويد واقول له شوف هنا السيرم البومين كام والاسيتيك فلويد البومين كام، واطرح ده من ده واطرح ده من ده. لو طلعت النسبه اكتر من 1.1 جرام بير سيليتر يبقى معنى كده ان العيان دوت عنده ايه؟ بورتر هايبرتنشن. يبقى العيان عنده ايه؟ يبقى انا كده ضيقت الايتيولوجي خالص في حته واحده. تمام؟ يبقى انا كده ضيقت الايتيولوجي بتاعي فين؟ حته واحده. يبقى انا هحسب الساك ده ولو اكتر من 1.1 يبقى ده بورتر هايبرتنشن. ده بنسبه كام؟ 97%. طب ال 3% اللي باقيين؟ ال 3% اللي باقيين حاجتين اثنين، الكارديا اسايتس والهايبوثايروديزم. واعتقد ان الكارديا اسايتس والهايبوثايروديزم هتقدر تشخصهم كلينيكال قبل ما تبص على العيان ده في الاسايتس. صح كده ولا غلطان؟ مش هخصم مانيفستيشنز ثانيه خالص غير كده، لكن لو انت جيت عندك العيان عنده جوندس وعنده وعنده وعنده، مش هتقدر تقول ان العيان ده هوت عنده اوبستراكشن او بنكرياتيك تيومر بس خلاص، وحسبت له الساج لقيته اكتر من 1.1، مش هتقدر تقول لي ان هنا ده بنكرياتيك. لا خلاص ده ماشي مع سيروزس. خلاص؟ تمام؟ لو لقيت عيان عنده اوستوبنيا وبركسيزم الكوتيرنا ديزنيا وعنده لور ليمب ايديما و... يا كارديا صح؟ لو العيان عنده بافلس اي ليبس وعنده السبيتش بتاعه اتغير وعنده سومينكس ونايم ومش مركز معاه، ده هيبوثايروديزم صح ولا كده ولا غلطان؟ دي 3% باقيين. يبقى الساج ده اهو عمل لي ليميتيشن للدايجنوست ولا لا؟ عملها لي خلاص ليميتيشن للدايجنوست. تمام كده؟ طيب. ثالث حاجه اللي انت بتعملها اللي هو بتشوف السيل كاونت.
السيل كاونت دهوت بيشمل النوعين اتنين من السيلز بنشوفهم في الاستيك بلوت. تمام؟ في حاجه اسمها التوتال سيل كاونت، وده بيساوي البوليمورف زائد الليمفوسايتس. البوليمورف زائد ايه؟ الليمفوسايتس. تمام كده؟ طيب لو انت بصيت في البوليمورف رقم واحد، لقيت البوليمورف ده عددها كتير اكتر من 250 سيل، تمام؟ يا حاج اسمه كده. طب نحسبها ازاي؟ هو بيجي لك توتال سيل كاونت 500 مثلا، ماشي؟ البوليمورف 70%. يبقى انت بكل حسبه بسيطه تقدر تحسب لي البوليمورف يطلع كام؟ 70% على 500، وتقدر تحسب النسبه تطلع لك كام؟ 350 سيل. يبقى هي اكتر من 250 ولا لا؟ قال لك لو اكتر من 250 يبقى دي معناها ان عندي ايه؟ اس بي بي. يبقى دي تاني حاجه احنا قلناها لها علاقه بالاس بي بي في الاستيك فلويد، قلنا من شويه البروتين كونتنت، وقلنا دي تاني حاجه، صح كده؟ قلنا غلطان. طيب تاني حاجه لو البوليمورف ده اهي بصيت لقيت العيان بعت لك ده العيان دوت عنده التوتال سيل كاونت في الاسيتيك فلويد ماشي 10,000 20,000، حلو الكلام؟ والبروتين كونتنت 3.5 ماشي؟ ومعظم السيل كاونت اللي موجود هو بوليمورف، هتفكر على طول في ان ده سكندري ايه؟ بروتولايتس. انت بصيت الاول على التوتال بروتين كونتنت اللي هو اكتر من 3 اكتر من 2.5، شكيت ان ده اكسلنت، صح كده ولا مش كانسلنت؟ شكيت انه اكسلنت، شكيت انه بس، صح كده ولا غلطان؟ ومع البوليمورف الكتيره يبقى ده ماشي في سكه الايه؟ سكندري بروتولايتس او انفكشن يعني، تمام كده؟ ماشي؟ تالت حاجه ممكن تزود عندي البانكريوتايتس. تاني حضرتك المعمل بعت لك الاسيت نتيجه الاسيتيك فلويد، بصيت على البروتين كونتنت لقيتها 3.5 او 4، حلو الكلام؟ لقيت الاسيتيك فلويد بروتين 3.5 او 4، تمام؟ وفي نفس الوقت الساج مش ماشي مع بورتر هايبرتنشن، خلاص؟ تمام؟ بعت لك التوتال سيل كاونت 10,000 90% بوليمورف. اول حاجه لما هتبص على الساج مش جايب 1.1 من 10 يبقى كده مش ماشي مع الايه؟ مع بورتر هايبرتنشن، ده رقم واحد. يبقى انا هفكر في الاحتمالات الثانيه، تمام؟ رقم اثنين ان البروتين كونتنت اكتر من 2.5 يبقى ده ايه؟ اكسلس، صح كده ولا غلطان؟ يعني ماشي مع حاجه انفلاماتوري، تمام؟ ثالث حاجه ابص على السيل كاونت عندي، ابص على السيل كاونت، السيل كاونت معظمها بوليمورف، يبقى ده ماشي اكتر مع سكه الايه؟ سكندري بروتونايتس، او اللي اسمها السيرجيكال بروتونايتس، هتاخدوها في جراحه مش هتاخدوها عندنا هنا، تمام؟ ثالث حاجه البوسيبيلتي الثالثه في البنكريتايتس. طب لو لقيت الليمفوسايتس عاليه، اشهر حاجات بتعلي الليمفوسايتس التي بي دي رقم واحد ماشي، واحيانا المالجنت، خلاص؟ ممكن تلاقي الدكتور هو باعت لك يقول لك ان ايه في مالجنت سيلز انا شفتها قدامي موجوده في الاسيتيك فلويد. على فكره الكلام ده كله عندكم في الكتاب موجود. طيب رابع حاجه هتعملها في الاسيتيك فلويد ده اهو، لو انت شكيت ان الحاله ده هي سبونتينيوس بكتيريا بروتونايتس، تمام كده؟ ممكن تعمل له حاجه اسمها بكتيريولوجيكال اكزامينشن. طب بكتيريولوجيكال اكزامينشن مش بكتيريا، لو انا مستعجل، لو انا مستعجل ومعايا دكتور معمل شاطر اقول له اعمل له دايركت جرام ستين، يقوم جاي واخد عينه الاسيتيك فلويد مدورها تمام في السنترفيوج، وياخد السيدمنت اللي تحت يصبغه بالجرام اللي انتوا خدتوه زمان، خدتوه زمان جرام ستين ده خدتوه في البكتيريا، حلو الكلام؟ واشوف المايكرو اورجانيزم اللي طلع. لو وان مايكرو اورجانيزم واحد بس ده سجستر سبونتينيوس، لو اكتر من وان مايكرو اورجانيزم يعني سماها بولي مايكروبيال يبقى ديت سجست ان دي سكندري بروتونايتس، تمام؟ لان هتلاقي فيها ستاف على ستريبتا على ايكولاي على سودوموناس، هتلاقي يعني تشكيله موجوده. طبعا التشكيله دي بترجح كافه السكندري، لكن السبونتينيوس بيبقى هو قول لي وان مايكرو اورجانيزم، خلاص؟ طيب انت لسه شاكك، ابعت الكالشر، تمام؟ الكالشر ده عشان تتعمل فيها تكه صغيره برضه عشان حضراتكم تعرفوها. ان انت لو حضرتك سحبت الكالشر واديتها للبنت تمريض مع حضرتك وقلت لها انزلي بها المعمل وتوديها مثلا بعد ربع ساعه نص ساعه ساعه، هتلاقي ان السكسس ريت او الفولت بتاعك هيقل يوصل 50% تقريبا. لكن لو عملتها بنت سايد كالشر، يعني هي جايبه لك ازازه الكالشر من المعمل وخدت العينه من العيان طق على طول في قلب الازازه، السكسس ريت بيوصل معاك كام؟ 80%. خلاص؟ السكسس ريت بيوصل معاك كام؟ 80% ايه؟ تمام؟ الجلوكوز ليفل طبعا لما تلاقي الجلوكوز ليفل قليل قوي قوي في الاسيتيك فلويد ده سجست سكندري بروتونايتس، ده برضك من الحاجات اللي سجست سكندري بروتونايتس، تمام؟ الاميليز ليفل مش هتطلبه الا لو انت شاكك في حاله البنكريتايتس، ال دي اتش هتطلبه في حاله المالجنسي او التي بي، تمام؟ طيب هتعمل انفستيجيشنز ثانيه عشان تشخص ايه؟ عشان تشخص الكومبليكيشن ماشي؟ زي الاس بي بي، لو انت شاكك في الاس بي بي هتركز على الحاجات اللي احنا قلنا عليها، لو انت شاكك لو انت بتدي عنده دايوريتكس هتبص على الصوديوم والبوتاسيوم ضروري عشان تشوف الكومبليكيشنز بتاع الدايوريتكس اللي بتديها، هتعمل سيرام يوريا وكليات عشان تشوف لو العيان دوت دخل منك في فاتو رينا سندروم ولا لا، ده الانفستيجيشن اللي هتعمله. يبقى الانفستيجيشن اللي هنعملها في حاله الاسيتس ماشي؟ اربع حاجات، اربع حاجات كبار. هنعمل هيباتيك بروفايل،
هنعمل ايكولوجيكال ديفيشن عشان نشوف الايكولوجي بتاع السيروز دهوت ايه. هنعمل اسيديك فلويد اناليسيس بالبارامترز اللي احنا قلناها ده كلها. رقم 4 هنشوف الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في العيان دهوت سواء كانت الاس بي بي او هيباتو رينال سندروم. تمام ماشي. اول عيان دهوت ممكن نديله دايركت سعر نشوف السايد افكتس بتاعتها عشان هتحسن ولا مش هتحسن. تمام. طب الراديولوجيكال سونار لو قلنا الترا ساوند واحد من الحاجات اللي هيبقى مفيد جدا 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 في الدايجنوستس بتاع اوسايتس اهي الاستروبيتو كليفر وادي الاوسايتس هيفيدك ايه؟ حاجه نون انفيزيف اول بنفيت له. تاني حاجه كوست افكتيف موجود في كل العيادات دلوقتي. تمام. تالت حاجه هشخص ايتيولوجي بيوسايد ان هشخص وجود الاوسايتس يعني لو عندي ليفر سيروس هيشوفه. تمام. لو عندي بكتيرياتيك ماس هيشوفها خلاص. لو في تي بي هيشوف لي في ماس موجوده في الابدومين وهيوجهها تروح فين. تمام. زائد انه بيقدر يشخص كميه الاوسايتس كل ما هو فوق ال 100 سي سي يعني لو حد اكسبرت في السونار كويس يقدر يشخص كميه الاوسايتس اكتر من كام؟ من 100 سي سي. تمام. طب بعد كده احنا محتاجين حاجه ثانيه عشان نشخص الاوسايتس او نشخص الايتيولوجي بتاعها. ما اعتقدش كده الانفستيجيشنز بالنسبه للاوسايتس كفايه جدا مش هنحتاج. طب الديفرنشال دياجنوز اول حاجه مالينا الاوسايتس مريمه فكرت في العين ده موجود عند حضرتك قدامك. تمام كده. في ويت وفي كاشيكسيا وفي حاجات مانيفيستيشنز كتيره جدا. تمام. الكارديات بعد المانيفيستيشن بتاعته عنده ايه؟ المانيفيستيشن بتاعته الهارت فيلير اللي هو سواء كان ديزنيا او اوسوميا او بارتوزمان او كيورنا ديزنيا تلاقي مانيفيستيشن ولور ليب دي بتلاقيها ويزي فاتيجابيلتي اللي هي الهارت مانيفيستيشن بتاعت الهارت فيلير كلها موجوده معاك. تمام. التيوبركلاس هتلاقي العيان ده عنده نايت فيفر ونايت سويت واللي فيه ويت لوس وفيفا الاهم حاجه اللي هي لايك فيفر ونايت سويت ديت اهم حاجه اللي بتشخ بتوديها اتجاه على طول ناحيه الرينال. تمام. الرينال. تمام. الرينال هتلاقي في حالات الاستيك سندروم. تمام. ده الكلام ده مش شايف ده متغاد عندنا النهارده ماشي. تمام. النفروتيك سندروم. تمام كده ماشي. او نفرتيك كايلاس زي في حالات الفيلارياز او اللي هي السراس الضغط اوبستراكشن زي ما قلت لكم عليه. بس الكايلاس ده اهو فيه دايجنوستيك تيست صغير اول ما بسحب على عين الاسيديك فلويد. انت شفت الصوره اللي احنا كنا ساحبينها كان لونها اصفر كده صح ولا انا غلطان؟ لا ده بتسحبه تلاقيه شبه لون اللبن ميلك وايت. تمام. انا ساعه ما بسحب الاسيديك فلويد الاقي ميلك وايت انا بشك ان ده كايلاس على طول. اقوم جاي اعمل ايه؟ جايب نقطه خل الممرضات عندي في العنبر هناك جايبين سلطه وجايبين اساس خل وبيجوا مكلفينها في جنب كده اقول لهم هاتوا نقطه خل حطها على الاسيديك فلويد تبص تلاقيها ايه كلها ايه؟ دابت. ليه؟ لان الاسيتيك اسيد ده هو بيدوب الفات سولفنت للفات سولفنت للفات. وخدوا الكلمه ده اهي وهفكركم بيها بعد محاضرتين هفكركم بيها تاني بعد محاضرتين. تمام كده. تمام. تبص تلاقي الاسيتيك فلويد ده بعد ما كان ميلك وايت بقى لونه عامل زي لون الميه اوتوماتيك على طول. تمام كده. البنكرياتيك اسايتس هتلاقي العين عنده الانفستيشن بتاعت البنكرياتيتس ايا كانت السبب. طب التريتمنت بتاعها الجزء بتاع التريتمنت رقم واحد عيان ماشي احنا عارفين الست الحامل اللي عندها بيبي في بطنها ما بتبقاش قادره ولا قادره تاخد نفسها ولا الكلام ده صح كده ولا انا غلطان؟ العيان دوت عنده اسايتس عنده ميه في بطنه مش قادر ياخد نفسه يبقى لازم اعمل له ريليف ماشي. ده رقم واحد. رقم اثنين العيان دهوت لازم هيحصل له كومبليكيشن. كومبليكيشن ده ممكن تكون لايف ثريتنج زي الاس بي بي او هيباتورينا فلازم افويد ان الكومبليكيشن دي تحصل. تمام كده. طيب الميد تارجت بتاعتي في التريتمنت عباره عن ايه؟ اول حاجه احنا العيان ده قلنا فيه سولت ووتر ريتينشن صح كده وانا غلطان؟ يبقى انا عايز اعمل في العيان ده اهو نيجاتيف صوديوم بالانس. يعني ايه نيجاتيف صوديوم بالانس؟ يعني الصوديوم نص اكتر من انتيك. يعني النص اكتر من انتيك. ده هيجي عن طريق ايه؟ بمعادله بسيطه يا هتزود الاكسكريشن يا هتقلل الانتيك صح كده؟ يا هتانتاكونايز الميكانيزم هتعاكس الميكانيزم اللي كانت بتعمل ايه؟ تزود السولت ووتر ريتينشن. ثلاث حاجات اهو صعبه ولا مش صعبه؟ يا هتزود النص ان انت هتعمل زود صوديوم نص زود صوديوم نص وليت على طريق الدايوركتكس عشان نختصر الكلام اللي هتقوله بعد كده كله. يا هتزود الصوديوم نص على طريق الايه؟ الدايوركتكس. تمام كده؟ يا هتقلل الانتيك ان انت هتعمل سولت ريستريكشن ما تخلوش ياكل صح كده ولا انا غلطان؟ ماشي؟ يا رقم ثلاثه ان انت تشوف الراس سيستم ده كان شغال ازاي وانت انتاجونايز. تمام؟ ده رقم واحد. رقم اثنين هتعاكس كل البوستيتنج فاكتورز لو بوسيبل. يعني انت عندك بورتو هايبرتنشن لو تقدر تعمل معاه حاجه زي ما هنقول كمان شويه هنعملها معاك. تمام كده؟ خلاص ادي رقم اثنين. رقم ثلاثه لازم تاخد بالك من الكومبليكيشن وانت بتعمل المانوفرز ده لان الحاجات ده هي ممكن يحصل لها كومبليكيشن او انت اللي حضرتك تدخل العيان ده. فعشان كده قسموا الاسايتس لنوعين اثنين نون كومبليكيتد وكومبليكيتد. النون كومبليكيتد اسايتس تمام اللي هي العيان اللي جاي النهارده لسه اول مره يعرف ان عنده كبد وفوق ان عنده اسايتس هتعمل العيان ده ايه؟ اول حاجه الصوت ريستريكشن. فجيت كده الصوت ريستريكشن انت عملت ايه؟ قللت الانتيك. تمام. ولما تقلل الانتيك بتزود الايه؟
او النص ثابت. النص ثابت، طب النص ثابت ده كام؟ قال لك ان النص ده هو الحقيقه علشان تحسبه صعب، بس رفلي كده قال لك ان احنا بنفقد الصوديوم ده اهو عن طريق اتنين سورسز، عن طريق اليورين تمام، والحاجه الثانيه عن طريق الاسويت العرق تمام. قال لك الكميه اللي بتفرز في اليورين يوميا حوالي 78 ملي مول صوديوم. اللي بتفرز في اليورين قد ايه؟ 78 ملي مول صوديوم، ده اكيد اللي شغاله طبيعي، ده النورمال، ده لحضراتكم وانا وكلنا تمام. واللي بيفرز في السويتنج 10 ملي مول، لما تحطهم على بعض يبقوا كام؟ 88 ملي مول. طب ده يوازي قد ايه؟ احنا مش عارفين نحسبها بالملي مول، هنحسبها بالحساب بتاعنا العادي يبقوا كام؟ ما يوازي 5 جرام صوديوم كلورايد او 2 جرام صوديوم بس تمام. هو الصوديوم مش موجود في صوديوم كلورايد، صوديوم كلورايد هو ملح الطعام، لكن الصوديوم ده موجود في مكونات كتيره قوي، موجود في بيكربونات الصوديوم، موجود في بنزوات الصوديوم، موجود في حاجات كتير. لا يا عم انت حسبتها على الملح بس، لا انا مش عايز على الملح بس، احسبها لي صوديوم بس. يبقى الصوديوم بس قد ايه؟ 2 جرام تقريبا. خلاص؟ طيب معناها ايه بقى كده؟ ان انت عايز تخلي البني ادم ده اهو يفرز 88 ملي مول وما تديهوش اكتر من 88 ملي. يعني انت لو اديته 88 ملي مول فرز 88 ملي مول، انت كده عامل بالانس بس، انت كده الانتيك قد الاوتبوت، صح كده انا غلطان؟ لا انت عايز يفرز 88 وفي نفس الوقت تقلل الانتيك، ده صعب. طب صعب ليه؟ لان قال لحضرتك لو انت حضرتك بتاكل اكل عادي، الاكل بتاعنا اللي احنا بناكله عادي خالص من غير ملح، ما تحطش عليه ملح خالص تمام، انت بتاخد كميه صوديوم، بتاخد كميه صوديوم في الخضار والفاكهه اللي ربنا خلقها طبيعي ما يوازي ال 88 ملي مول. ايه يا عم الكلام الصعب ده؟ يعني ايه؟ يعني انت حضرتك لو انت اكلت الاكل من غير ملح خالص، من غير ملح خالص، انت كده كده بتاخد 88 ملي مول وهتفرز 88 ملي مول. يبقى انت كده بس في الاول عملت ايه؟ بالانس بس. يعني انت لما عملت سوبر ريستريكشن عملت ايه؟ الانتيك قد الاول بوت، ما بتزودش انت. خلاص؟ طيب. قال طيب ماشي ناخد بالنا، ماشي خلاص يا عم، مش هحط ملح طعام ولا هاكل مخلل ولا هاكل اي حاجه فيها ملح خالص. طب هل الصوديوم ده موجود في المركبات دي بس؟ لا موجود في حاجات ثانيه كتير. ايه هي الحاجات الثانيه موجود فيها؟ حضرتك لما تيجي تشرب حاجه ساقعه مش فيها صودا؟ الفلاحي فيها صودا صح ولا غلطان؟ اللي هي ايه؟ بيكربونات الصوديوم. يبقى حضرتك ما تاخدهاش، ما تشربهاش. تمام؟ تنبه على العيان كده. هيقول لك يا دكتور انا برب الازازه وبطير الصودا. اقول له الكلام مش حضرتك مش مظبوط، انت لما حضرتك بترب الازازه في حاجه اسمه كربونيك اسيد. في مكان اهو. اذا حد يعرف حد تعالى في مكان اهو. بترب الازازه بتطير حاجه اسمه ايه؟ الكربونيك اسيد، لكن البيكربونات الصوديوم لسه موجوده فين؟ يبقى ناخد بالنا البيكربونات الصوديوم موجوده فين؟ الحاجة الساعة. طب موجودة فين تاني؟ في البيكنج باودر. يقول لك يا دكتور انا ما عدتش بحط ملح على الاكل خالص، بس كل يوم مراته بتخبز كيكة وي 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 وتحط له فيها بيكربونات صوديوم. يبقى البيكنج باودر موجود فيه؟ اه، لان البيكنج باودر بيكربونات صوديوم. تمام؟ تاني حاجة موجود فيها الصوديوم برضه بنزوات الصوديوم. طب بنزوات الصوديوم دي موجودة فين؟ لما تيجي تشتري حضرتك أي معلبات من بره وتقول لي خالي من المواد الحافظة، اه هي ما فيهاش فورمالين وما فيهاش وما فيهاش وما فيهاش، لكن فيها بنزوات صوديوم. بنزوات صوديوم بيصنفوها دلوقتي ان هي مش من مواد الحفظ، بس اسمها ايه؟ بنزوات صوديوم. تمام؟ ادي تاني حاجه. طب تالت حاجه، خلاص انا عملت ده كله، بس العيان دخل عندي في العنبر، الدكتور اسلام والدكتور محمود هم بيعملوا مانجمنت في العنبر، العيان دخل في اسيدوزيس. تمام؟ كل شويه عمال يجي جوه ايه؟ امبولات صوديوم بايكارب عشان يصلح الاسيدوزيس، تكوريبت الاسيدوز. يكوريبت الاسيدوزيس والاسيتيل تزيد، يكوريبت الاسيدوزيس والاسيتيل تزيد. ليه؟ لان هو بيدي العيان ايه؟ صوديوم. خلاص؟ يبقى ناخد بالنا من الحاجات دي، تمام؟ طب رابع حاجة الأنتي بايوتكس. السيفوتاكسيم سيفوتاكس. السيفوتاكس اللي موجود كله اسمه سيفوتاكسيم إيه؟ صوديوم، تمام؟ طب إيه كمان زي السيفوتاكسيم صوديوم؟ الألبومين الفيوجن. عن الهيباتيك لما بيجي نعلق له ألبومين لازم بياخد حاجة اسمه إيه؟ سولت فري ألبوم. ألبوم ما فيهوش صوديوم، تمام؟ أتحداك وإن حد جاب لي في جمهورية مصر العربية إزازة سولت فري ألبوم. كل الألبومين اللي موجود في مصر في ايه؟ صوديوم. تمام؟ بس انت بتحاول تو مينيمايز على قد ما ايه؟ ما تقدر، ما يبقاش العيان بياكل لحمه وبياكل يعني بياكل مخلل وبياكل الحوادق وبياكل جبنه رومي وجبنه من بره وبيشرب حاجه ساقعه والكلام ده كله، انت بتحاول ايه؟ تقلل على قدر الايه؟ المستطاع. يبقى الصوديوم ريستريكشن ده اهو انت عملت اول خطوه، دي انت بتحاول تقلل الايه؟ الانتيك. تمام؟ ده رقم واحد. طب رقم اثنين البيدرست. خدته في الكارديولوجي زمان ان البير ريست بيقول لك ثيوريتيكال ان هو بيزود الايه؟ الرينال بيرفيوجن وبالتالي في انتاغونايز الراس او الراس سيستم اللي هو الرينال انجيوتنسيس سيستم، صح كده ولا غلط؟ خدتها في الكارديولوجي، بس ده كلام لما طبقناه على العيانين بتوعنا لقيناه ثيوريتيك ما بيجيبش نتيجه معاهم فعلا.
خلاص؟ فما فيش داعي من حتة الايه؟ البيد ريست، تمام كده؟ طيب. رقم ثلاثة الووتر، انت مش انت بتقول سولت ووتر ريتنشن، عم انا همنعه من شرب المية. انا همنع العيان دوت من شرب الايه؟ المية، تمام كده؟ ماشي؟ قال لك دي مش خطوة افكتيف، ما بتعملش كنترول قوي للاسايتس. طب ليه؟ لان المية هي نتيجة، انت اللي حصل عنده ريتنشن هو ايه؟ الصوديوم، هو اللي شد المية وراه. ماشي؟ يا حلاوتي انت منعته من شرب المية، ده هتقولي لي دخلت العيان في ديهايدريشن، خلاص؟ ماشي؟ او دخلته في رينال فيلير، خلاص؟ والصوديوم لسه عالي عنده. لا انت الصح تشتغل على ايه؟ على الصوديوم. طب قال لك الخطوه دهيت تنفع امتى؟ لو الصوديوم عند العيان اقل من كام؟ من 125 ملي ايكوفالنت. لما تبعت العيان ده وصل الصوديوم. طب اشمعنى الرقم ده اهو؟ قال لك لان عند الرقم ده اهو الدايوريتكس اللي حضرتك بتديها او اللي هو النت او كدني مش هتفضل تنزل الصوديوم خالص. عند الليفل ده اهو الكدني سواء بدايوريتك من غير دايوريتك مش هتبدا تنزل الصوديوم. خلاص؟ فهنا في الحاله دي انت بتعمل ايه؟ ووتر ريستريكشن شويه علشان الليفل بتاع الصوديوم ايه؟ هي قصه انت عندك ميه وملح صح؟ بدات تشيل الميه والكونسنتريشن بتاع الملح ايه؟ يزيد صح كده ولا غلطان؟ زاد كونسنتريشن الملح الكدني اشتغل الثاني الدايوريتك اشتغل الثاني خلاص تمام كده؟ طيب انت عندك الملح تركيزه قليل الكدني هتقدر تشيل؟ الكدني ما بتشيلش ميه بس الكدني بتنزل الصوديوم لو لو تفتكروا في الميكانيزم بتاعت الميثيوريشن والفورميشن الصوديوم ينزل يشد ورا ميه تمام كده؟ خلاص؟ طيب تاني الحته دي؟ طيب تاني احنا قلنا الباثوجينيسيس بتاع العيان الاسايتس ان في سولت ووتر ريتنشن صح كده ولا انا غلطان؟ صح؟ احنا اتكلمنا عن السولت ريستريكشن دلوقتي تمام؟ قال لك طيب طب انا بقى اشرح يعني بتتكلموا ليه؟ قلنا طب نعمل ايه؟ ووتر ريستريكشن صح كده ولا انا غلطان؟ قلنا نعمل ايه؟ ووتر ريستريكشن تمام؟ طيب قال لك الووتر ريستريكشن ده اهو ماهوش نافع ليه؟ احنا الاصل عندنا في الكدني عشان تفرز ميه او تفرز يورين اللي هو بينزل ميه وحاجات كتير قوي معاه ماشي بيتعمل ازاي؟ صوديوم ينزل يشد وراه ميه الكترولايت صوديوم وبوتاسيوم ينزلوا يشد وراهم ميه تمام كده؟ فانت لما تعمل ريستريكشن للميه والصوديوم عالي هتدخل العيان ده هو في ايه؟ في الهايدريشن والمانيفستيشن بتاعت الهايبر نابيما الافضل انك تعمل ايه؟ تنزل الصوديوم طب قال لك الخطوه دي هتعمل ووتر ريستريكشن امتى؟ لو وصل الليفل بتاع الصوديوم لليفل ان الكدني مش هتشتغل معاه سواء ناتشورال او انفورسد عن طريق الدايوريتكس. او انفورسد عن طريق ايه؟ الدايوريتكس صح كده؟ فقال لك طب الليفل ده كام؟ قال لك 125 ملي ايكوفالنت. طب اشمعنى الرقم ده اهو؟ لان الليفل ده هو تاني اللي الكدني مش هتشتغل عنده سواء ناتشورال او انفورسد عن طريق ايه؟ الدايوريتكس. تمام؟ طيب قال لك طب يبقى نعمل ايه في العيان الهيباتيك دهوت؟ لما توصل عند ال 125 اعمل له ووتر ريستريكشن لشويه. هتبص تلاقي تركيز الصوديوم ايه اللي يحصل عنده؟ يعلى، صح كده ولا انا غلطان؟ هو دلوقتي الصوديوم بتاعه كان 125 لما كان في جسمه 5 لتر ميه، تمام كده ولا انا غلطان؟ بدا هو يفرز الميه ديت، الميه ديت على فكره ما بتفرزش عن طريق الكدني بس، لو تفتكروا في النفرولوجي لما بتيجي تعمل فلويد تشار العيان ده بيفقد 500 سي سي من 500 ل 700 اللي هي اسمها الايه؟ الانسنسبل مع البريس صح كده ولا انا غلطان؟ ده لما جيت اشتريتهم يبقى هو هيفقدهم كل يوم تمام؟ ويفقد مع السويت شويه ومع الكدني اه هيحصل له اوليجويوريا يعني هتجي لي كميه الميه بس ستيل بينزل صح كده ولا انا غلطان؟ تبص تلاقي العيان فقد في اليوم 1000 سي سي ميه تمام؟ وانت عامل له ووتر ريستريكشن انت مانع عنه دخول الميه انت ما اديتش هو بيفقد 1000 وانت بتدي له 500 اوتوماتيك تركيز الصوديوم هيحصل في ايه؟ هيعلى صح؟ يبقى الدايركس تشتغل تاني والكدني تشتغل تاني ولا ما تشتغلش؟ فهمت امتى بنستخدم الخطوه دي؟ تمام؟ بس قال لك حزان تستخدم الخطوه ده هيك لو العيان عنده ايه؟ فيفر. ليه؟ لان هو اصلا كده كده بيفقد ميه كتير، الفيفر لو تفتكروا في الفلويد الشرطي احنا بنحط كل درجه حراره تزيد 500 سم فلويد، صح كده ولا انا غلطان؟ يبقى الفيفر ما تحطلوش، السبسيس تمام؟ البليدنج او الازوتيميا اللي هو الرينا الفيلير، ليه؟ لان انت كده بتسوق الحاله مش بتحسنها. تمام كده يا جماعه؟ خلاص؟ طيب يبقى احنا اول ثلاث حاجات اتكلمنا عليهم السولت ريستريكشن الووتر ريستريكشن العيان دوت البيد ريست تمام؟ قال لك طب انا ايه؟ خلاص يا عم احنا كده قلنا انتيك تمام؟ قلنا انتيك صح كده؟ طب انا هشتغل ان انا ازود اللص هشتغل على حاجه تزود السكريشن تمام كده؟ قال لك هنبدا نستخدم الايه؟ الدايوريتكس تمام؟ طيب الدايوريتكس ده اهي بتزود الاكسكريشن لما تزود الاكسكريشن انت كده بتعمل نيجاتيف بالانس ولا ما بتعملش؟ بتعمل نيجاتيف بالانس طيب قال
قال لك طيب الدايريتكس ده هنقسمهم الاول نشوف الميكانيزم بتاع الاكشن بتاعه. اول حاجه ناس بتشتغل على البروكسيمال كومبليت ديفيوز اسمهم ايه كاربونيك انهيدريز انهيبيتورز تمام. المجموعه بتاع كاربونيك انهيدريز ده انهيبيتورز بيساعدوا الصوديوم والبايكارب اكسكريشن. هتفرق معايا قوي هي ويك اصلا دايريتكس مش هتفرق معايا خلاص. دي رقم واحد. رقم اثنين المجموعه اللي بتشتغل على الديسيندنج لوكوفرينين اللي هي ايه الزيتوبيرتكس. الزيتوبيرتكس دي بتشتغل ازاي؟ هي ذات نفسها بتنزل وهي اللي بتشد الميه وراها. هي ذات نفسها اللي بتنزل وهي بتشد الايه؟ الميه وراها. انا كده نزلت صوديوم لسه برضه يبقى الزيتوبيرتكس مش فارقه معايا تمام. نيجي على المجموعه الثالثه اللي هي بتشتغل على الديسيندنج لوكوفرينين اللي هي اسمهم اللو بيروتكس تمام. دي بتشتغل ازاي؟ ان هي بتنزل الصوديوم والصوديوم يشد ايه؟ الميه وراها. تنفع معانا؟ تنفع معانا؟ يبقى دي هتنفع اول مجموعه تنفع معانا تمام. المجموعه الرابعه اللي هي اسمها ايه؟ السايزايد. السايزايد دي بتشتغل ازاي؟ على نفس الميكانيزم تنزل الصوديوم والصوديوم ده اهو بيشد الميه وراه تمام. تنفع معانا؟ تنفع معانا بس المجموعتين دول ما بينزلوش صوديوم لوحده بينزلوا صوديوم وبوتاسيوم. طب ايه يعني بينزل صوديوم وبوتاسيوم؟ المشكله في البوتاسيوم يعني انا مش فارق معايا البوتاسيوم. لا يفرق معايا لما هتيجوا تاخدوا من ضمن السيوريز اللي بيتكلموا عليها في الهيباتيك انكيفالوباسي ان الهايبوكاليميا واحده من البرسيبتيتنج فاكتورز للهيباتيك انكيفالوباسي. يبقى انت بتعالج اسايتس بتدخل عارف الانكيفالوباسي يبقى هم هينفعوا معايا بس لازم نشوف حل في موضوع البوتاسيوم صح كده. نيجي بقى على المجموعه الاخيره اللي هي بتشتغل على ايه؟ على الديستال كونفليوتد ديبيولز اللي هي اسمهم ايه؟ الدوسترون ايه انتاجونست تمام. طب دول ينفعوا معايا؟ الدوسترون انتاجونست ينفعوا معايا هم بينزلوا صوديوم بس ويرجعوا البوتاسيوم كله ينفع معايا؟ ده هم دول العين الطلبه. ليه؟ رجعوا لي البوتاسيوم نزلوا صوديوم صح؟ وانتاجونايز الميكانيزم بتاعت الراس مش الراس احنا قلنا الايه دي الراس بتاعتها ايه؟ اندوسترون صح؟ وانا هنا بشتغل ايه؟ اندوسترون انتاجونست يبقى انا بعالج احنا ضد راسنا ولا لا؟ بس في مشكله واحده فيهم ما كل حاجه الحلوه ما بيكملش. الحاجه المشكله الواحده ان هم ايه؟ فيري ويك. المشكله الواحده ان هم فيري ايه؟ ويك. قال لك طيب احسن حل ان انا اعمل ايه؟ كومباينيشن بتوين يا سايزايد او لوب مع بوتاسيوم سبيرت تمام كده؟ يعني ممكن اعمل كومباينيشن ايه؟ ما بينهم وبين بعض. كده فهمنا قصه الدايريتكس بالراحه؟ فهمناها ولا ما فهمناهاش؟ حد عنده فيها كلام؟ جماعه اللي ورا فاهمينها ولا عيدها تاني؟ طيب يبقى اول مجموعه افكتيف قوي معايا اللي هي الايه؟ بوتاسيوم ايه؟ سبيرين. ميزتها ان هي بتعمل لي ايه؟ بتنزل صوديوم وتسيب بوتاسيوم. صح كده؟ انتاجونايز الراس سيستم بتاعها. يبقى ديت هي المجموعه الحلوه قوي تمام. بس بنقسمهم لنوعين اثنين الدوسترون انتاجونست والالدوسترون انتاجونست تمام على حسب الريسبتور اللي بتشتغل عليه تمام. احسن واحد الدوسترون انتاجونست اللي هو ايه؟ سبايرون لابتون. الدوزج بتاعتي من 100 ل 400 بس مشكلته ان هو بيعمل ايه؟ جاينيكو ماستي. المشكله الوحيده اللي فيه اللي بيعمل عنده ايه؟ جاينيكو ماستي. فقال لك خلاص احنا هنشتغل على حاجه بتشتغل على نفس الميكانيزم تمام. بس هي بقى بتبقى بعيده عن الراس شويه بس هي ايه بتعمل لي ايه؟ تنزل لي صوديوم وترجع لي بوتاسيوم تاني اللي هي المجموعه الثانيه من الدوسترون انتاجونست زي الاميلو رايف تمام كده. وبرضه ما فيهاش السايد افكت الثاني اللي هو بتاع الايه؟ الدايليكو ماستر تمام. يبقى الدوزج بتاعتنا في الدوسترون قد ايه؟ من 100 ل 400 على الاقل. يبقى الدوزج بتاعتي قد ايه؟ من 100 ل 400 على الاقل تمام؟ طيب المجموعه الثانيه اللي هي اللوب بيروتكس تمام؟ احنا اشتغلنا قلنا هنستخدم ايه؟ يا الفلوزومايد يا التروزومايد او الثيازايد تمام؟ قال لك الفلوزومايد الافكتيف دوزج في العيان الهيباتيك عندي بكام؟ من 40 ل 160 وما يعادله من مثيلاته. يعني هتبص تلاقي التروزومايد مثلا الافكتيف دوزج بتاعته من كام؟ من 20 ل 80 بس تمام؟ في دايروتيك تاني بيشتغل على نفس الريسبتورز بس الافكتيف دوزج بتاعته من 10 ل 40 بس. يبقى هو كام؟ يبقى انا اشوف ال 40 الستاندرد بتاعي مين؟ الفلوزومايد 40. حلو الكلام؟ انا بستخدم لحد 4 اقراص من ال 40 تمام؟ اشوف الستاندرد بتاعي كام من الفلوزومايد واختار قصاده للثاني تمام؟ عشان كده لما بيخش لي حد من بتوع الشركات يقول احنا عندنا دايروتيك كتير وشغال بساله كده سؤالين اثنين بيشتغل فين؟ تمام؟ والستاندرد دوزج بالمقارنه بالفلوزومايد عشان ابقى عارف انا هستخدم قد ايه؟ بيشتغل فين؟ لو قال لي مثلا بيشتغل على اللوب هنا خلاص ماشي تمام ده واحد من اللوب دايروتكس يبقى انا عارف خلاص الميكانيزم اوتوماتيك كده ده هينزل صوديوم وبوتاسيوم هيعمل لي ويشد ميه وراهم تمام؟ خلاص خلاص انا عرفته تمام. طيب الافكتيف دوز مش عايز احسب الدوز مش هتاخد دواء انت مش عارف الدوز بتاعته العيان كام تمام. ما تسيبوش هو يقول لك السيفتي دوز بتاعته لحد طيب ماشي ما احنا ممكن نستخدم الفلوزومايد لحد 500 مللي جرام في العيان الكارديو. لا انا هنا السيفتي دوز بتاعتي لحد كام؟ 160 من الفلوزومايد. يبقى اقول القرص هنا يعادل قد ايه هنا تمام كده. طيب الدايريتكس ده لما بنستخدمها
ممكن تعمل لي مشكله، ممكن تعمل لي مشكله. اول حاجه ممكن تعمل لي حاجه اسمها اوليجونيوريك هيباتيك فيليا، ان هي بتعمل لك عماله تنزل ميه وانت ما بتعملش كنترول وما انتش واخد بالك، تمام كده؟ خلاص عماله تنزل ميه، عماله تنزل ميه، عماله تنزل ميه، تمام كده؟ ماشي. بص بقى عندك تخف منك هيباتيك فيليا، عشان كده كمان شويه هقول لكم ازاي اظبط جرعه الهيباتيك فيليا اللي بديها للعيان. هقولها لكم السلايد الجاي، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، انت عمال تنزل صوديوم، عمال تنزل صوديوم، ممكن تبص كده العيان داخل منك في ايه؟ في هايبوناتريميا. طب مين اشهر واحد ممثل برضه؟ اشهر ممثل برضه، خد بالكم معاكم النهارده ده راوند الممثلين. مين اشهر ممثل مات بيهم؟ ايه لو جدعان لسه مات بقاله سنه. احمد راتب، فاروق في الشغل لسه صح. مش هنخبر عليك اهو. احمد راتب، احمد راتب كان عنده الكوليك ليفر ديزيز ومات بالدايوريتكس، بس انا الست بتاع الدايوريتكس. تمام؟ دخل فينا الفيلير والجيوريك باتك فيلير، تمام؟ ممكن تعمل لك هايبو. انت حضرتك عملت الدايوريتكس فبتقلل الافكتيف بلاد فوليوم، تمام؟ فبيحصل عندك زي هايبو فوليميا. الهايبو فوليميا اصلا بتعمل لك هيباتيك فيلير وهتعمل لك رينال فيلير كمان. يعني زي رينال فيلير بتسمى هيباتورينال سندروم اخر واحده خالص، تمام؟ اللي عندك ممكن يحصل له هايبو كاليميا او هايبر كاليميا، صح كده وانا غلطان؟ هيحصل له ميتابوليك اسيدوزيس، تمام؟ الدايوريتكس دايما ما بتنزلش صوديوم وبوتاسيوم بس، بتنزل كالسيوم ومغنيسيوم، فالعيان ده بتحصل له ايه؟ مصر كرامب. بتلاقي العيان يقول لك يا دكتور انا كل ما باخد حبوب الميه ده بيجي لي شد عضلي، تمام؟ وغينيكو مصري، تمام كده؟ خلاص؟ ماشي. ممكن تخش العدد في بورتو سيستميك انفلونس زي ما قلت لحضراتكم، لو انت استخدمت حاجه ما بتعملش سيفنج للايه؟ للبوتاسيوم، تمام كده يا جماعه؟ خلاص؟ خلاص؟ طيب الفولو اب بتاعت الدايوريتكس، عشان كده لازم اظبط جرعه الدايوريتكس، صح كده وانا غلطان؟ قال لك هتظبط جرعه الدايوريتكس ازاي؟ قال لك في اوبتيمم ويت ريدكشن. اوبتيمم يعني ايه؟ مظبوط. الاوبتيمم ده اللي هو الايه؟ المظبوط. اكتر من كده ضرر، اقل من كده ممكن يكون مقبول بس بحدود، صح كده وانا غلطان؟ اوبتيمم يعني الايه؟ المظبوط. اكتر من كده ضرر، اقل من كده ممكن تقبله لو ما قدامكش حلول ثانيه، صح كده وانا غلطان؟ طيب الاوبتيمم ويت ريدكشن قال لك كام؟ لو في اسايتس الون، اسايتس بس، اسايتس بس يبقى نص كيلو في اليوم. لو في اسايتس بس يبقى قد ايه؟ نص كيلو في اليوم. لو اسايتس بس يبقى نص كيلو في اليوم. طب اشمعنى الرقم ده هوت برضه؟ قال لك لان لو العيان ما عندوش ما عندوش هو الليمب ايديما، تمام؟ اقصى كميه فلويد اقدر احركها من الاسايتس ده اهي ادخلها سيستميك سيركوليشن وبالتالي الكدنه تفرزها هم ال 500 سي سي، تمام؟ هم اللي قد ايه؟ ال 500 ايه؟ سي سي. يبقى انت ما تزودش عن، لو زودت عن ال 500 سي سي انت بتاخد منين؟ من انترا فاسكولار فوليوم. يبقى انت اللي حضرتك اللي بتدخل العيان ده في ايه؟ في اوليجيورو. انت اللي بتدخله في ايه؟ في بري رينال فيلم، تمام كده يا جماعه؟ خلاص؟ يبقى لو بتاعتك عطيته 500 دول هتدخل العيان في كام؟ في اوليجيوريا او بري رينال فيليا، تمام كده؟ طيب لو العيان عنده لور لمب ايديما انت بتحرك الفلويد منين؟ ما عادش بقى من الاسايتس بس، انت بتحرك من الاسايتس ومن اللور لمب ايديما، تمام؟ بعد اساتذتنا قال لك طول ما العيان في اللور لمب ايديما هو سيف معاك استخدم، بس خلينا على حسب الجايد لاينز او التوصيات العالميه بتقول هو كيلو 1 كيلو جرام، تمام كده يا جماعه؟ طيب طب لو انت عملت الحاجات دي كلها وما استجبتش والعيان عند حضرتك عنده سيفير ديزنيا مش قادر يصبر يومين ثلاثه هو يعني على مديرتك تجيب معاه، لو العيان ده هو داخل ان الكليات بدا يعلى او حصل فيه مشاكل، لو عنده امبريت هيرنيا وبقت ستريتش زي ما هتشوفها في العين فوق ممكن تكون امبندنج ترابشر، ان هي ممكن ترابشر العيان ده. قال لك اعمل العيان ده اسمه حاجه اسمه ايه؟ سمول فوليوم باراسيتيز. طب سمول فوليوم يعني هتبذل العيان قد ايه؟ اقل من 5 لتر اسيتيك فلويد. اقل من قد ايه؟ عشان كمان شويه هنقول حاجه اسمها لارج فوليوم، تمام؟ يبقى السمول فوليوم هتنزل قد ايه؟ اقل من قد ايه؟ 5 لتر، تمام كده؟ تمام؟ طيب بس مشكله المانوفر ده هي حاجه انفيزف، انت بتعمل حاجه انفيزف، تمام؟ لو واحد غشيم ودخل في بلاد فيزل ممكن يدخل عندك في هيموبروتينيوم، او لو عنده بليدنج تندرس يدخله في هيموبروتينيوم، صح كده وانا غلطان؟ لو انت ما انتش عامل كومبليت اسيبتك كونديشن يعني مش مطهر كويس قبل ما تخش ومش منظف كويس والكلام ده ممكن انت تدخل العيان في سكندري بروتونايتس تخرج انفكشن، صح كده وانا غلطان؟ ماشي؟ يبقى ديت ليها تاني. تاني رابع حاجه ان انت بتعمل العيان ده وانت كررتها للعيان ده كل شويه مع عين استسهلها انت بتفقد له اسيتيك فلويد، احنا قلنا اصلا من ضمن الكومبوننت بتاعت الاسيتيك فلويد اصلا ايه؟ البومين، صح؟ يبقى انت اللي حضرتك هتسوق الحاله كمان كل شويه هتبص للعيان ما عادش بقى بيجيب معاك تبص على الدايوريتكس والكلام ده، خلاص؟ ده لو هي اسايتس ان كومبليكيتد.
طيب الجزء الثاني اللي هي كومبليكيتد اسايتس هنعمل فيها ايه؟ اول نوع من الكومبليكيشن بتحصل في الاسايتس حاجه اسمها ريفراكتوري اسايتس. تمام؟ طيب احنا كنا بنقول الدايوريتكس دلوقتي ليها اوبتيمم وليها ايه؟ مينيمم. صح كده وانا غلطان؟ احنا قلنا الاوبتيمم فايدته في ايه؟ صح؟ طب المجموع بيها عشان تقول عنده واجب الدايوريتكس اقل كميه كام؟ 200 جرام يوميا. يبقى اقل كميه عشان تبقى انت مقبوله بالنسبه لك وساتسفاكتوري بالنسبه لك يعني ها بينطق معاك كام؟ 200 جرام يوميا. تمام؟ طب قال لك ايه بقى؟ الريفراكتور ديت انت اديت للعيان الماكسيمم دوزج بتاعت الدايوريتكس اللي هي كام؟ 400 من سبيرولاكتون و160 من الفرزوميد. حلو الكلام؟ والعيان ما جابش معاك المينيمم. العيان ما جابش معاك الايه؟ المينيمم اللي هو كام؟ 200 جرام يوميا يعني على مدار 4 ايام قد ايه؟ حوالي كيلو تقريبا او 800 جرام. خلاص؟ لمده قد ايه؟ اسبوعين، يعني انت صابر على عيان اسبوعين. كان الجايد لاينز القديمه بتقول 4 اسابيع، قللوها بعد كده اسبوعين، اخر حاجات كلام دلوقتي بيتكلموا اسبوع بس خلوها في الاسبوعين علشان ما نقرص على العيان قوي. تمام؟ نصبر على العيان، تمام؟ قال لك لو انت اديت لعيان اهو ماكسيمم دوزج اوف دايوريتكس ما جابش ريسبونس معاك اللي هو المينيمم ده اهو تقدر تقول عليها اسمها دايوريتك او ريفراكتوري اسايتس، تقدر تقول عليها اسمها ريفراكتوري اسايتس. طيب ال 200 جرام في اليوم يعني كام؟ 200 جرام في اليوم يعني كيلو في الاربع ايام تقريبا او 8 من 10 اللي هي ده 8 من 10 كيلو جرام هات على اربع ايام، انت بتحسب ال 200 كل يوم يبقى 8 من 10 او كيلو في الاربع ايام، احنا بناخدها رفلي ما هو الميزان بتاعنا في العنبر فوق ما بيقيسش 800 جرام فبيقيس الكيلو يعني. تمام كده؟ طيب قال لك طب وزيها ايه؟ لو انت عملت عندها هات لارج فوليوم باراسنتيز، انت جبت العيان بسبت له ونزلته ميه في بطنه، احنا قلنا باراسنتيز ده بنعمله كرانس يعني في الاول، صح كده ولا انا غلطان؟ بعد ما عملت عنده الباراسنتيزيس لقيت العيان دوت الفلويد اكوميوليتد بسرعه. تمام؟ قال لك طيب الريفراكتور اسايتس ده هتحصل ليه؟ انت حضرتك قلت للعيان اعمل سولت ريستريكشن عشان تعمل نيجاتيف سوديوم بالانس. تمام؟ حاضر يا دكتور حاضر ماشي تمام ما تسمعش كلامك ويطلع بره يقول لك انا بحس بعص هضم فلازم ابدع بحاجه ساعه. ما هو كده بياخد كده انت محقق نيجاتيف سوديوم بالانس؟ يقول لك اصل الاكل طعمه عادي بطعمه مش هاكل. تمام؟ فاحنا بنحط له يا دكتور ايه يعني ايه شعر دماغ واحيانا بياكل معانا احنا هنقعد نضعف بوك. طب خلي اثنين يا دكتور انت عارف الظروف الاقتصاديه، يبقى لو العيان ما بيعملش السولت ريستريكشن كويس ده ممكن يدخله صح؟ ليه ما هيدخله ليه؟ لان انت كده ما حققتش النيجاتيف سوديوم بالانس اللي كنا بنتكلم عليه من الاول. تمام؟ يبقى انت مش ماشي مظبوط. او يجي العيان يقول لك والله يا دكتور انا حسيت لما باخد حبات الميه ده بتهبطني وبتدخلني حمام الميه كتير وانا راجل موظف ماشي او انا راجل سواق وبروح وباجي ومفيش مكان اخش فيه حمام كل شويه فانا ايه ما عدتش باخد حبايه الميه الصبح على الريق كل يوم زي ما حضرتك كتبت لي انا بقيت ايه باخد ايه نص حبايه اخر النهار بس. تمام؟ يبقى تبص تلاقي العيان ده ادي رقم اثنين. رقم ثلاثه ان العيان ده هو عنده سيفير هايبو البومينيميا. طب السيفير هايبو البومينيميا هتعمل ايه؟ احنا قلنا هي اصلا من برسبتيتنج فاكتورز من فوق. طب ايه كمان؟ خدوا بال حضراتكم ان الدايوريتكس كلها اللي حضرتك بتاخدها اورال او اي في حتى عشان تشتغل لازم تروح الكدني، صح ولا انا غلطان؟ طب مين العربيه النقل اللي بتشيلها لحد الكدني؟ الالبومين. طب الالبومين ده اهو هيشيل دي ولا هيشيل البلوروبين اللي هناخده في مره ولا هيشيل ايه ولا هيشيل ايه؟ صح كده ولا انا غلطان؟ طب هيبقوا البومينيميا ده هيتدخل العيان فيه ولا ما تدخلش؟ رقم اثنين. رقم ثلاثه الصوديوم، مش احنا قلنا الصوديوم لو الليفل بتاعه اقل من 125 لا نورمال ولا انفورسد هتشتغل؟ صح يبقى الهايبونفريميا تدخل العيان مني ولا ما تدخلش؟ ده رقم ثلاثه. رقم اربعه العيان دوت عنده سكندري هايبر الدوستيرونيزم، انت حضرتك عملت انتاجونايز الراس سيستم والراس سيستم اصلا شادد على الخامس، شادد على او عربيه لامبورجيني وانت حضرتك بتشتغل معاه بعربيه فيات 128، انت حضرتك عملت انتاجونايز بالفيات 128 هو دي كانت عربيه فولكس ولا عربيه بي ام طايره، هتقدر هو انت ما غلطتش في معاك ليميتس صح لو انا غلطان؟ اخر حاجه خالص ان عندك حصان الاسيتيك فلويد دوت النيتشر بتاعته بعد ما كان كلير فلويد يقدر ينزل سهل بقى اكسودت بقى عامل زي الباص بقى تقيل اكبر من حجم البورز اللي ممكن تدخله على السيركوليشن وبالتالي فتروح على الكدني عشان تعمل زي الايه؟ اس بي بي. تمام كده؟ دي الحاجات اللي كوزز عملت لي ريفراكتوري اسايتس. تمام؟ طب قال لك علشان كوزز ده اهي هتقسم الريفراكتوري اسايتس ده في نوعين اثنين. اول نوع دايوريتك ريزيستنت اسايتس اللي احنا بنتكلم فيه من الصبح اللي انا وصلت للماكسيمم دوزج والعيان ما بيجيبش ريسبونس. تمام؟ قال لك طيب ده نوع. طب النوع الثاني ان العيان ده اهو اول ما اديته قرص اللازكس
بس ده اول ما اديته قرص اللازكس دخل في كومبليكيشن، دخل في سيفير هايبوكاليميا، دخل منك في باتيك انكيفالوباس، فانت معاك شعر في الدرودايبس الكتف ده. قال لك ده نوع تاني اسمه ايه؟ دايروتيك انتراكتبل اسايتس. دايروتيك انتراكتبل يعني ايه؟ انت ما انتش عارف تستخدم الدايروتكس علشان في موانع تمنعك من استخدامه. تمام؟ ايه اشهر الموانع؟ قال لك عندك في باتيك انكيفالوباس. تمام؟ او كل ما تديله بيخش منك في باتيك انكيفالوباس. العيان دوت عنده رينال امبيرمنت، مش احنا بنقول الدايروتيك ده هنستخدمها؟ طب انت اديت الدايروتكس ده العيان ده اهو، والمصنع اللي هيشتغل عليه الدايروتكس دي بايظ اصلا، العيان عنده اسوشيشن هيباتيك وزبينا او هيباتورينا. صح كده انا غلطان؟ مش هتشتغل معاك. رقم ثلاثة الهايبوناتريميا، احنا قلنا الهايبوناتريميا اللي هي عشان كده الحاجة اللي هتشتغل المادة الخام اللي هتتصنع قليلة خالص. تمام؟ ادي رقم ثلاثة. رقم أربعة الهايبو أو هايبر كاليميا، نقص البوتاسيوم أو هايبر كاليميا على حسب الدايوريتيك اللي بتستخدمه منعك إنك تكمل بالدايوريتيك ده أو تزود الدوزج بتاعتك. تمام كده؟ مش احنا قلنا في الديفينيشن بتاعها على الرغم من أو انسبايد يوزج أوف ماكسيمم دوزج أوف دايوريتكس، صح؟ أنت الحاجات ده أهي منعتك إنك تستخدم إيه؟ الدايوريتكس او تستخدم حتى تزود الجرعه اللي انت ماشي عليها. تمام؟ طب التريتمنت بتاعها ايه؟ اول حاجه انشور ان العيان ده هوت عنده بيقلل السولت انتيك، ده رقم واحد. رقم اثنين ان هو بياخد العلاج بتاعه مظبوط، ده رقم واحد. رقم اثنين ماشي؟ اتاكد ان العيان دوت ما عندوش، اتاكد ان العيان دوت ما عندوش اس بي بي. تمام؟ ما عندوش انفكشن. رقم ثلاثه ممكن قالك تستخدم حاجات الفازو بريسورس. طب الفازو بريسورس ده بتشتغل ازاي؟ ان هي تكون جايه رحالك على الكيرن تعمل لك فيها فازو دايليتيشن وتعمل لك في السبلينكنج اريا فازو كونستريكشن. مش احنا قلنا المشكله اللي بتحصل عندنا الراس سيستم ده بيحصل له اكتيفيشن ليه؟ علشان الفازو دايليتيشن الموجود في السبلينكنج اريا بيقلل لك الرينال برفيوجن. انت بونايز هتعمل فازو كونستريكشن في السبلينكنج وفازو دايليتيشن على الكيرن. تمام؟ ممكن تستخدمه معاك ماشي. رقم اربعه ان انت ممكن تعمل العيان دوت لارج فوليوم باراسيتيزيس، تبدا تبذل له كميات كبيره لو انت الحاجات دي كلها مش جايبه معاك. طب اللارج فوليوم باراسيتيزيس معناها ايه؟ اللارج فوليوم باراسيتيزيس انت هتشيل العيان كل مره من 6 ل 10 لتر. هتشيل العيان ايه؟ من 6 ل 10 لتر بس فيها شرط. انت لو جيت حضرتك شلت العيان ده اهو من 6 ل 10 لتر مره واحده هيحصل له فازو فيجل، حاجه زي فازو فيجل كده اللي هي ايه؟ هيحصل له حاجه زي الشغل ليه؟ تفتكروا حضراتكم لما يجي صح حضرتك حاجه بعيده عن هنا خالص عشان تفتكروا اللي زيها بالظبط يقول لك ايه؟ الحق ده جارك ده اهو دخل بالليل الحمام في ايام الساعه دي بتكتر قوي، دخل بالليل الحمام وهو مزنوق جامد قوي ماشي، ويا دكتور سبحان الله هو لسه بيعمل الحمام، هو كان قايم كويس، اول ما قام يعمل الحمام بعد يا دوبك عمل حمام الميه هوب اغمى عليه وقع. ليه؟ لان كانت اليونال برادر مليانه ميه ضغط على الفاسكوليتشر اللي هنا كله، صح كده ولا غلطان؟ اول ما هو عمل فويدنج او ميكتيوريشن ايه اللي حصل؟ البريشر ده هو ريليفت عمل شيفتنج للبلد كله فين؟ في الابدومين صح؟ في الفيسرال. بص تحصل له ايه؟ زي سنكوب يغمى عليه زي ترانزيت اسكيميك اتاك كده. تمام كده؟ ماشي؟ هي نفس القصه هنا، انت عندك ديستنشن الاسايتس ده هي ضغط على البلد فيزلز مفضياها من البلد. تمام كده؟ قمت انت حضرتك شايل كميه الفلويد ده مره واحده، ايه اللي هيحصل في العيان ده هو؟ يقوم جاي حصل له البلاد يحصل له شيفتنج من كل حته ويحصل له رينال اسكيميا. طب تسوق الوضع عندك ولا ما تسوقش؟ قال لك طب علشان الحته ده هي لازم تعمل له ايه؟ تدي له بلازما اكسباندر. طب ايه البلازما اكسباندر اللي هتديها الالبومين؟ هتدي قد ايه؟ من 6 ل 8 جرام البومين مع كل لتر حضرتك هتشيله. من 6 ل 8 جرام البومين مع كل لتر حضرتك ايه؟ هتشيله. يبقى اللارج فوليوم باراسنتيز هتعمل ايه؟ انت هتشيل قد ايه؟ من 6 ل 10 لتر كل مره. وهتعوض قصاد كل لتر حضرتك بتشيله بقد ايه؟ من 6 ل 8 جرام البومين. طب انتوا عارفين ازازه الالبوم الصغيره ده اهي فيها قد ايه؟ فيها 10 جرام. ازازه الالبوم الصغيره ده فيها قد ايه؟ فيها 10 جرام. تمام كده؟ بس قال لك الحاجات ديت ما تعملهاش امتى؟ لو العيان في سيبسز ونفس الحاجات دي هي فضلت شغاله في الحاجات ديت ليه؟ لان العيان ده هو لو انت عملتها في الاوقات ده هتسوق الجنرال كونديشن بتاع العيان. تمام؟ لو في سيبس او سبونتينيوس او الازوتيميا او العيان ده هو في عنده ماركت ويستنج. تمام؟ خلاص ما تعملش اللارج فوليوم باراسيتيز. الشيء بالشيء يذكر ان الصوره ده ده اول عمليه باراسيتيزس ريبورتد موجوده في التاريخ. الصوره دي في متحف الماني. تمام؟ اتعملت سنه 1800 وشويه. شايفين الكرتون فين؟ كان بيركبوه فوق الصوره اهوت وبينزل في طبقه بره وشغال يعني. تمام؟ ما دخلته
لا ما دخلش اسمه اليوم ما دخلش اسمه الفيديو ما بتدخلش ما بنعملهاش بليسمنت خالص ماشي بس ما هاش ريبيت والله شوفوا لي هو اللي ريبيت اسمه الفيديو ما بيبقاش ريبيت يا مان وانس اتعمل مره وخلاص دخلت وبعدين بتاعها هتتكرر يبقى انت دخلت في قصه ثانيه دخلت في فاكتوري اسيتس ودخلت في قصه ثانيه تمام يبقى السمول فوليوم يا جماعه اتعمل مره واحده وبتكمل بعد كده دايركت ساعات لكن اللارج لكن لو هتكرر الباراسيتيز كذا مره يبقى انت كده دخلت في قصه ايه ريفراكتور تمام قال لك طيب انت عمال تقول من الصبح ان في بورتال هايبرتنشن هو سبب المشكله كلها طب ما احنا نحاول انتاجونايز البورتال هايبرتنشن ده اول نعمل بقى على الحاجات اللي الباثولوجي صح كده وانا غلطان قال لك انا هعمل على البورتال هايبرتنشن ده اهو هقوم جاي فاتح شنط بتوين البورتال فين تمام وسيستميك سيركوليشن الشيء بالشيء يذكر ان البريشر جوه البورتال فين او البورتال هايبرتنشن بتقول لما البريشر جوه يعدي 12 ملم مركر تمام والبريشر جوه الانفيرو فينا كذا كام من 3 ل 5 ملم مركر انا لما اعمل شنط ما بين الاثنين الدم هيمشي منين لفين البورتال يبقى انا خففت البورتال هايبرتنشن ولا ما خففتوش مش احنا قلنا البورتال هايبرتنشن ده مش شويه ده من احد الاسباب اللي ممكن تعمل الديزيز عندي او البروستيتيك فاكتورز يبقى انت انتاجونايز عليه تمام كده بس مشكله البورتال او التبس ده اهي زي ما هقول كمان هقولها مره في حالات الفاسوار دي كومبنسيشن مشكلتها ان هي بتعمل بتخلي البلد يعدي انفلترد يخش من البورتال سيركوليشن يخش على السيستم سيركوليشن على طول وبالتالي لو العيان بيشاور نفسه يخش في الفلوس ولا ما يخشش انت كده هتدخله على طول سيبك فيه تمام طيب يا دكتور ابراهيم انت عمال تقول لنا نسيت الفلويد ده مليان البومين ومليان خير واحنا بناخده نرميه وبنضطر نعوض العيان من بره بالبومين صح كده ولا غلطان؟ طب ايه راي حضرتك؟ ايه راي حضرتك؟ ناخد الاسيتيك فلويد ده اهو تمام؟ اغسل وشك عادي اغسل وشك ايه راي حضرتك ناخد الاسيتيك فلويد ده اهو وندخله على السيستمك سيركوليشن؟ كانت فكره اسمها ليفين شانت واتجددت تاني السنه اللي فاتت طب ليفين شانت ده قالت لك نعمل ايه؟ قال لك هنجيب شنط طلع من البريتوريال كافيتي للسوبيرو فينا كافيتي تمام كده؟ طيب وفيها وان واي فالف يعني صمام بيسمح بالمرور في اتجاه واحد عشان ما يجيش الدم من فوق ينزل لي تحت تمام كده؟ لما حضرتك بتاخد انسبيريشن او المريض ياخد انسبيريشن كده انت بتزود الانتر ابدومينال بريشر صح؟ يفتح الفالف حبه من الاسيتيك فلويد تطلع تخش فين؟ على السيستميك سيركوليشن وهكذا مع كل نفس زي المنفاخ بتاع العجله تمام هي كده تنفخ بالعقل كده يفتح الفالف ويطلع حافل فلويد بس مشكلتها في ايه؟ ان العيال الاسايتس ده اهو ماشي بيجي له سبونتينيوس كتير جدا وبالتالي انت حضرتك تبقى فتحت السيستميك سيركوليشن على انفكشن دخلت العيان في سيبسس وعشان كده الخطوه ديت ما عادتش نافعه. طب يكون الجماعه اليابانيين السنه اللي فاتت ماشي؟ قال لك ايه؟ اما ديت كانت فعلا فكره تستحق اعاده الدراسه، قال لك طب احنا هنجيب جهاز هنعمل عليه فلتريشن مايكرو فلتريشن زي الفلتر بتاع الميه اللي في موجود في بعض مش موجود في بيوتنا على فكره اللي هو بيبقى فيه بيشيل المايكرو اورجانيزم الفلتر ده لوحده اصلا ب 10000 جنيه تمام يقول لك ايه انا احط الاسيتيك فلويد ده اعديه على الفلتر ده اهو تمام في الجلسه واخد الاسيتيك فلويد ده كله وادخله فين السيركوليشن للعيان تاني دي قرار دكتور نفذوها دلوقتي بينفذوها دلوقتي في اليابان ونزل في الجابانيز جايد لاينز تمام؟ اخر حاجه خالص طبعا انت عندك المشكله ان الليفر بايظ والدنيا كلها بايظه تعمل العيان دوت ايه؟ ليفر ترانسبلانتيشن تمام كده؟ يبقى ده اول نوع اللي هي ريفلكتوري ايه؟ اسايتس. الحاجات اللي فاضله بقى بسرعه سبونتينيوس او الاس بي بي احنا اتكلمنا فيها كتير اتكلمنا فيها كتير في الاس بي بي تمام؟ قلنا احنا المانيفستيشنز بتاعتها او معناها الديفينيشن بتاعها ايه؟ ان العيان دوت عنده انفكشن في الاسيتيك فلويد وما عندوش اكسترنال فاكتور او ما فيش تروما ما فيش حاجه دخلت حلو الكلام؟ قلنا العيان ده هوت ممكن يكون اسيمبتوماتيك خالص او العيان ده ممكن يجي لك بيه حبه ابدومينال ديستنشن تمام او يحصل له ديتريوريشن في الجنرال كونديشن طبعا المشكله ان الاس بي بي حاجه فيتال انت انفكشن وسيبتسيميا وعيان امبيرو كومبرومايز ممكن تموت تمام ودايما قاعده احفظوها كده اهوت ان العيان وانس اس بي بي اولويز اس بي بي يعني لو جاله اس بي بي مره هيجي له اس بي بي طول عمره تمام كده خلاص طيب الاس بي بي ده اهي الدايجنوزز بتاعها زي ما قلت لحضراتكم احنا بنسحب عينه من الاسيتيك فلويد تمام نوديه المعمل نشوف البوليمورف جاي لنا كام نشوف البوليمورف جاي لنا كام لو البوليمورف جاي لنا اكتر من 250 سيل بير كيوب سنتيمتر تمام خلاص يبقى ديت على طول ايه اس بي بي ودي احنا قلناها في الاسيتيك فلويد اناليسيس تمام كده طيب التريتمنت انت اف يو سسبكت يعني انا النهارده العيان جاي لي بابدومينال بين
وتندرج وشاكك ان هو ده اس بي اس بي بي وما بيجيبش ريسبونس على الدايركتكس، انت مجمع داتا جنب بعضها، شكيت ان ده اس بي بي، ابدا له التريتمنت فورا، ما تستناش نتيجه المعمل. ما تستناش ايه؟ انا واقف سيرتنج كونديشن، تمام؟ ما تستناش نتيجه المعمل، ابدا العيان دوت انتي بايوتك على طول. الدوسج بتاعت الانتي بايوتك ماشي؟ سيرد جنريشن كيفالو سبورن 2 جرام كل اقل دوسج، دي انا كاتبها دي 2 جرام كل 12. لكن في بعض الكتب كاتبه 2 جرام كل 8. تمام؟ 2 جرام كل 8 او 2 جرام كل 12 الاثنين مقبولين، تمام؟ لمده من 5 ل 7 ايام. طب بما ان الاس بي بي ده هو انفكشن والانفكشن ده بيطلع معاها سيتوكاينز، اي انفكشن بتقول يطلع معاها سيتوكاينز صح؟ هتعمل لك مور فازوكريستريكشن في السبلينكنج اريا اللي فيها مكان الانفلاميشن، صح كده ولا انا غلطان؟ وتعمل لك مور فازوكريستريكشن على الكدني او ورسنج على الكدني، يقول لك فالعيان ده ممكن يخش منك في الباتولينال سندروم، تمام؟ فعشان كده بيقول لك ادي للعيان ده اهو البومين، الالبومين هتدي له دوسج قد ايه؟ 1.5 جرام لكل كيلو جرام ات ذا تايم اوف دايجنوزيس. يعني انا بدات له النهارده السيرج جنريشن حالا واديت النتيجه المعمل، جات لي النتيجه من المعمل بعد ساعتين كونفيرم الدايجنوزيس، تمام؟ دي اس بي بي. يقول لك ادي له على طول صاحبك عملت كونفيرميشن للدايجنوزيس، بتدي له ايه؟ الالبومين، علشان ما يخشش منك في ايه؟ في هيباتورينال سندروم، تمام كده؟ بيقول لك عيد الدوسج تاني بس بجرعه اقل، يعني 1 جرام لكل كيلو بعد 48 ساعه، يبقى هتدي له انيشيا جزء دوز دلوقتي وتدي له جرعه ثانيه بعد 48 ساعه، بدل ما كانت 1.5 تدي له ايه؟ 1، تمام؟ طب اما الاس بي بي ده اهي حاجه رخمه كده وبتموت، يبقى الوقايه خيرهم من العلاج، صح كده ولا غلطان؟ طب ايه امتى تعمل وقايه؟ قال لك لو عيان جاله قبل كده اس بي بي زي ما احنا بنسالين من شويه، وانس اس بي بي ايه؟ اولوز اس بي بي، يبقى لو جاله اس بي بي مره هتدي له بروفلاكتيك تريتمنت على طول. طب البروفلاكتيك قد ايه؟ قال لك هتدي قد ايه؟ هتدي نورفلوكساسين 400 مللي جرام يوميا، تمام؟ لمده فور لايف. او قال لك ايه؟ يعني انا همشي انا حبات مضاد حيوي كل يوم يا دكتور، حرام عليك ده يعني من ناقص حب ياخدها. قال لك ممكن يستخدم السيبروفلوكساسين 750 مللي جرام وانس بير ويك، بس ده السيبرو بتاع بره مش السيبرو بتاعنا هنا، السيبرو بتاعنا هنا هنستخدمه مرتين خلاص؟ يعني انا على نفسي بكتبه مرتين السبت والثلاث. طيب تاني حاجه تاني حاجة احنا قلنا في الاسيتيك فلويد اناليسيز لو لقينا البروتين كونتنت اقل من كام اشك ان عنده اس بي بي اقل من 1، اهي بقى تاني حاجة اهي، تمام؟ هتدي له لحد امتى؟ لحد ما العيان يخرج من عندك من المستشفى يا العيان يتحسن، يا الاسيتيك فلويد يتحسن، تمام كده؟ ادي رقم اثنين. طب قال لك ليه الواحد ده هو او ليه الاسيتيك البروتين ده هو؟ فاكرين كنتوا بتاخدوا حاجه من الميكانيزم بتاع الاميون زمان اسمها الاوبسولين اكتيفيتي؟ مش في البكتيريا؟ في الاميونولوجي. طب اقولها لك الاوبسولين دي عباره عن ايه يا جماعه؟ الصوت الليمفوسايتس او الخلايا المناعيه بتاعتنا بيبقى عليها تشارج بوزيتيف تشارج مثلا، حلو الكلام؟ علشان تقدر تعمل انجولفنج للمايكرو اورجانيزم لازم يكون المايكرو اورجانيزم نيجاتيف، تمام؟ احيانا في بعض المايكرو اورجانيزم بتعمل اسكيب من الاميون سيستم ان هي بتاخد نفس التشارج بتاعت الايه؟ الاميون سيلز بتاعتنا، تمام؟ فقال لك الاوبسون ديت اللي هي ايه؟ انتاجونايز تشوف المايكرو اورجانيزم شايل ايه بوزيتيف ولا نيجاتيف تقوم جاي مديله العكس، تقوم جاي هي شايله العكس عشان ايه؟ تقدر تعمل له ايه؟ انجولفنج. فقال لك الاوبسون الاكتيف ديت لها علاقه بالايه؟ بالبروتين كونتنت، وبالتالي فكل ما قل البروتين كونتنت كل ما قلت الايه؟ الاوبسون الاكتيف، عشان كده عندك بيبقى مور لايبل ان هو يجي له ايه؟ اس بي بي، تمام كده؟ طب ثالث حاجه اي عيان سيروزس وعنده اسايتس، اي عيان سيروزس وعنده اسايتس لازم تدي له بروفلاكتيك سيرفيجنيشن كيفالوس بورن لو هيعمل ابر او لور جي اي تي اندسكوب، تمام؟ طيب الشيء يذكر لو اي عيان سيروزس وهيعمل ابر او لور هتدي له انتي بايوتيك برضه، تمام؟ بس الفرق في الديوريشن، لو عنده اسايتس الديوريشن بتاعتك من 5 ل 7 ايام، تمام؟ لو ما عندوش اسايتس هتدي له البروفلاكتيك انتي بايوتيك لمده 48 ساعه بس. خلاص كده يا جماعه؟ يعني لو عيان هيعمل ابر جي اي اندسكوب نتيجه عنده اسوفجيال فايروس هيربط او يحقن الافضل انك تديله انتي بايوتيك لمده 48 ساعه، بتبدا من قبل الانجكشن وتكمل 48 ساعه بعد الانجكشن. طب لو العيان ده اهو اسايتس ده بيقول لك زود الديوريشن بتاعتك خليها من كام؟ من 5 ل 7 ايام، تمام؟ اخر اثنين سلايد هيباتورينا سندروم، تمام؟ هيباتورينا سندروم دي عباره عن ايه؟ ماشي دي اخر حاجه كومبليكيشن في الاسايتس عشان يبقى خلصناها. هيباتورينا سندروم ان العيان الهيباتيك ده هو بيحصل له unexplained stoppage في الكدني، الكدني بتقف. الكدني بتقف، طب الكدني بتقف ليه؟ محدش عارف وقت النوم، وفي سيرس كتيره موجوده عندنا هنا في الحاجات دي. طب هل الكدني دي فيها باثولوجي؟ الكدني ما فيهاش باثولوجي.
شفت يا سعد ما اقول لك الكرايتيريا بتاعت الدايجنوزس هقول لكم ان ما فيش كدني باثولوجي. طب ما فيش كدني باثولوجي يعني ايه؟ يعني لو خدني الكدني ده اهو وزرعتها واحد تاني تمام؟ يبقى اذا الكدني ما فيهاش باثولوجي. يبقى هي الفكره كلها في مجموعه من ايه؟ من الفاكتورز طلعت عملت لك فازو كونستريكشن في الكدني وقفت الكدني ترانزيت تمام كده؟ الترانزيت ده اهو ممكن يكون حاجه بسيطه ده لو عيان عنده الاثنين او الطريقتين الاثنين ويز بتاعت الميتابوليزم والاكسكريشن شغالين. لو عنده الليفر شغال والكدني شغاله وقفت الكدني الليفر هيقوم بالوظيفه شويه ومش هيخش في المانيفستيشن جامد قوي صح كده وانا غلطان؟ لكن هو عيان انت بتتكلم في عيان اوريدي الليفر بتاعه ايه؟ خلصان تمام؟ فلما تقف الكدني الاخر يبقى العيان ده لازم يخش في توكسين خلاص؟ البروستاتيكنج فاكتورز بتاعتها اي بكتيريا انفكشن عشان السيتوكاينز والحاجات دي اللي بتعملها فازو كونستريكشن في الكدني وتعملها فازو دايليتيشن في الـ في الـ في البورتال سيركوليشن. تاني حاجه الاكيوت الكوليك هيباتايتس تمام البليدنج الاس بي بي تمام نوعين بليدنج ماسيف بليدنج بيخش منك في ايه هايبوفوليميا والهايبوفوليميا بتعملها فازو كونستريكشن على الكدني نفس القصه بالظبط اللي احنا عارفينها في قصه الشوك كلها تمام كده والاس بي بي. عشان كده الاربع حاجات ده هم التارجتس فور بروفيلاكتيك دول التارجتس فور ايه بروفيلاكتيك تمام كده. طيب التايبس بتاعت الهيباتورينال هما نوعين اثنين. النوع الاولاني ده الاجريسيف تايب وده الفيتال وده هوت اللي ما بيهزرش وده اللي بنشوفه في العيانين بتوعنا كتير تمام. بيحصل فيه ان السيرم كريات يعلى اكتر من 2.5 في خلال اقل من 24 ساعه او ان الكليرنس يقل 50% يوصل يعني اقل من 20 مللي ايكوفيلنت في خلال مده اقل من ايه من اسبوعين. طيب وان ده هو هايلي فيتال نسبه المورتاليتي على مستوى العالم كله بتعدي 90% مش مصر بس على مستوى العالم كله بتعدي الايه 90% وتقول لي تريتمنت افكتيف فيه ترانسبلانت. فانت معنى انك شخصت لما اجي اقول لكم التريتمنت بتاعهم دلوقتي الحاجات اللي احنا ممكن نعملها الحاجات دي بيستخدمها ترانزيانت وانت بتجهز العيان لترانسبلانت الحاجات دي مش هتعمل معاك. التايب 2 ان السيرم كريات بتاعك بيعلى اكتر من 1.5 اشطر حاجه بيشبهوه بيها هي الريفراكتوري اسايتس اللي احنا قلنا عليها من شويه وهي نفس الميثودز اوف تريتمنت بتاع تايب 2. التريتمنت هي نفس التريتمنت بتاع الريفراكتوري اسايتس تمام. يبقى التايب 2 اهو هو التريتمنت بتاعه هو ايه هو الريفراكتوري اسايتس تمام كده. طيب قالك عشان تشخص بقى الهيباتورينال تشخصها ازاي؟ قالك رقم واحد عيان لازم يكون عنده سيروزس وعنده اسايتس. يعني سيروزس وما عندوش اسايتس يخش منين في الهيباتورينال؟ لا سيروزس ما عندوش اسايتس ما يخشش في الهيباتورينال. يبقى رقم واحد سيروزس وايه؟ اسايتس ده رقم واحد. رقم اثنين ان السيرم كريات بتاع حضرتك جاي لك العيان النهارده عملت له سيرم كريات اكتر من 1.5 تمام؟ اكتر من 1.5. طب انا كدكتور قاعد في الاستقبال جاي العيان عملت له سيرم كريات 1.5 1.8 2 انا مانيش عارف ممكن العيان دوت ما بياكلش صح كده وانا غلطان؟ ممكن العيان دوت بياخد دايوريتكس من بره ودخلته في بري رينال فيلير وانا مش عارف صح ولا انا غلطان؟ تمام؟ قال لك علشان تفرق هل ده هي بري رينال ولا هي هيباتورينال اعمل للعيان ده هوت حاجه اسمه تشالنج تيست. طب التشالنج تيست دوت عباره عن ايه؟ هتقوم جايب العيان ده هوت ماشي وتديله البومين. الالبومين هتديله قد ايه؟ 1 جرام لكل كيلو جرام. طلع العيان على الميزان وزنه 100 كيلو قوم جاي محضر 10 ازاز البومين تمام كده وبتعمل لهم انفيوجن للعيان وبعد 24 ساعه تمام قيس السيرم كريات تاني. لو لقيت السيرم كريات تاني اقل من 1.5 يبقى معنى ديت ان هي كانت ايه؟ بريرينا ان هو اتقرص عليه في الدايوريتكس بره العيان ما بياكلش كويس الكلام ده. ليه؟ لانك حضرتك زودت اوزموتك بريشر. الحقيقه لما كنا بنعمل التشالنج تيست ده هو اول ما بدانا نعمله او اول في نيابتي وانا كنت صغير يعني بعد اللي انتوا فيه دلوقتي بسنتين بالظبط كنا بنشتغل اصلا بالفلويد اللي هو السلاين والرينجر والحاجات دي في الاصل تمام. وبعد كده بدانا نستخدم حاجات الكريستالويد الكولويد زي الرينج زي الاكستران والاسترين تمام لحد ما بقى الجايد لاينز بتاعت 2012 قالت لك افضل حل فيهم هو الالبومين لان الالبومين بيقعد في اليوم في البودي 4 ايام. اليوم الالبومين اللي بياخده من بره بيقعد في البودي 4 ايام. الكولويدز بتقعد 6 ساعات اللي هو الهستيرين عشان كده ما تنفعش انت بقول لك تعمل ايفاليويشن بعد قد ايه؟ 24 ساعه الان تمام؟ 24 ساعه يومين تمام؟ الكريستالويد ساعتين اثنين اللي هو الرينجر والسراين اللي بتقعد في البودي في السيركوليشن ساعتين اثنين وما بتفرقش كيف هتصلح معاك. فاحسن حل يصلح معاك هو الايه؟ الالبوم ماشي. يبقى دي تالت كرايتيريا. رابع كرايتيريا العدوى ما عندوش ابسنس اوف شوك ما يكونش في حاجه هي اللي مدخلاه في رينال فيلير ومدخلاه في هيباتيك فيلير ومدخلاه في انكفالوس ومدخلاه في كارديوجينيك شوك ما عندوش اي شوك ايا كان السبب.
ماشي. رقم 5 العدد ما يكونش واخد نيفروتوكسيك دراج. اشهر النيفروتوكسيك دراج اللي هي نون استرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، تلاقي العيانين بتوعنا الستات العواجيز في البيت ما بيستخدموش دايما على بوست الامبوسيد. تمام، ما تكونش انت حضرتك بعت العيان دوت شاكك ان عنده مشكله في الليفر وبعت له الدكتور اشعه يعمل له سي تي وكونتراست واداله له اليوروجرافين، اليوروجرافين بوظ له الكليه. تمام كده، ما تاخد بال حضرتك ان عندك ما يكونش عنده هيستوري اوف ايه نيفروتوكسيك دراجز. تمام كده، اخر حاجه ان العيان دوت ما يكونش عنده رينال ديزيز. تمام، طب الرينال ديزيز ده يا دكتور هعرفها ازاي؟ هي ادق وسيله تعرف فيها رينال ديزيز هي الرينال بايوبسي، بس مش هقدر اعمل رينال بايوبسي في عيان هيباتيك في بليدنج تندنسي. هو لو قلت له هيضربوك، هيضربوك على طول. بس فقال لك ايه؟ يعني ايه في قرائن يقول لك ان في رينال ديزيز ولا لا؟ شوف هل عندي عنده بروتينيوريا؟ انا ما عنديش بروتينيوريا، صح؟ لو البروتينيوريا اكتر من 500 جرام ملي جرام في ال 24 ساعه يبقى ده في، يبقى ده رينال ديزيز. اقل من 500 ملي جرام ده عادي. تمام، ممكن تكون يو تي اي، ممكن تكون اي حاجه ثانيه. رقم 2، ما يكونش عنده مايكرو هيماتوريا، ما يكونش فيه هيماتوريا، والهيماتوريا ده اكتر من 50. انت لما تعمل تحليل يورين اناليسيس بيقول لك في ار بي سيز في اليورين، الار بي سيز ده اقل من 50 ولا اكتر من 50. ماشي، رقم 2. رقم 3، لما تيجي تعمل سونار في الرينال ديزيز بيبان في السونار عندنا في باثولوجي بيبان ولا ما بيبانش. طيب التريتمنت بتاعها البريفنشن، احنا قلنا اشهر حاجات بتدخل هي الايه؟ الاس بي بي، صح؟ ما انت لازم تعمل مانجمنت الاس بي بي مظبوط، ده رقم 1. رقم 2، لازم تستخدم الالبومين، لازم تستخدم الالبومين. تمام، في التريتمنت بتاع الاس بي بي زي ما قلنا من شويه هندي جرام ونص اول يوم وجرام بعد 48 ساعه. تمام كده، عشان ما يدخلش مني. تاني حاجه الاس بي بي، لو العيان جاله وانس اس بي بي احنا قلنا اولويز اس بي بي، فالعيان ده هو البروفيلاكتيك ميجرز بتاع الاس بي بي اذا مانداتوري. تمام، ده رقم 1. رقم 2، العيان الكوليك هيباتيتس زي ما قلت لحضراتكم الاكيوت الكوليك هيباتيتس بتكون عنده ريسك ان هو يخش فيه هيباتورينال، فاحسن عيان تعالجه في العيان ده هو تديله البالتوكسيفيل اللي هو اسمه في السوق ايه بره؟ ترنتال، قرص الترنتال، ما الله رخيص خالص يعني ترنتال ب 20 جنيه تقريبا او حاجه كده. تمام، ده بروفيلاكتيك حلو جدا جدا للليفر في العيان الكوليك. اخر حاجه النيفروتوكسيك دراجز والنون استرويد خد بالك منها. تمام كده، طيب التريتمنت بتاعك، انا قلت لك المشكله ان حصل فيها ايه؟ بافو كونستريكشن، فانت هتشتغل على ايه؟ بافو دايلتيشن في الكيدني، تعمل فازو بريسر في الحته وفازو دايلتيشن في الحته. اشهر ادويه استخدموها هو التيرلي بريستين. التيرلي بريستين ده هو عباره عن ايه؟ ده سينسيتك للمسيل بتاعه اللي هو الفازو بريستين. الفازو بريستين ده هرمون بيطلع عندنا كلنا من البوستيريور بيتوتالي مع الاوكسيتوسين. تمام؟ بيطلع من البوستيريور بيتوتالي، ده بيعمل لك فازو دايلتيشن على الكيدني وفازو كونستريكشن على سبرينكلينج اريا كلها، من ضمنها الهارت ومن ضمنها ايه الحاجات اللي هي بتاعت البورتال سيركوليشن. طب قال لك احنا هنعمل ايه؟ قال لك لو انا استخدمته الفازوبريستين ده هو كان بيدخل عيان في مايوكاردال انفاركشن، لانه بيعمل فازوبريستيكشن في الكورونرز. تمام كده؟ فصعب التبل بريستين ده سبيسيفيك منه شويه وما بياخدش السايد افكت بتاعته، بس مشكله التبل بريستين حاجه فيري كوستي مكلفه جدا. فقال لك طب انا ممكن نستخدم حاجه ثانيه، قال لك استخدم الاوكتوريوتايد انالوج اللي هو الساندوستاتين واستخدم الميدورفين اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. تمام كده؟ استخدمه مكانهم او نقل ادرينالين استخدمه كانفيوجن. بس قال لك عشان الحاجات دي كلها تنفع لازم تدي للعيان دوت حاجه تزود البرفيوجن للكيدني، فهو احسن حاجه اللي بتنفع في العيان الهيباتيك بتاعنا هو الايه؟ الالبوم. تمام كده؟ قال لك الالبوم هستخدمه في دوزج هبدا ب 1.5 جرام لكل كيلو جرام في اليوم الاولاني، ومن اليوم الثاني همشي على 20 40 جرام لكل كيلو جرام. طبعا الحاجات دي كلها مش هتنفع معايا الا اذا كان العيان على ويتنج ليست فور ترانسبلانت. لو العيان مش على ويتنج ليست فور ترانسبلانت اللي انت بتعمله ده هو انت بس بتعمل برولونجيشن او بتدي امل لاهل الحاله، لكن هو ما بيتحسنش. تمام كده؟ الحاجه الثانيه التبس، والتبس ده انا قلته لحضراتكم خلاص انا خلصت، ده اخر سلايد. التبس والتبس قلت لحضراتكم ده تنفع في التايب 2 هيباتورينال اكتر مش تنفع في التايب 1. تمام؟ قلت لكم لان هو نفس التريتمنت بتاعه هو نفس التريتمنت بتاع الريفراكتوري اسايتس. تمام؟ الرينال دياليسيس انت بتستخدم ارتفيشال كيدني من بره عشان تشيل التوكسينز لحد ما الكيدني ده ربنا ياخد بيدها وتشتغل. تمام؟ في حاجه زيها قال لك ايه؟ طب انا ممكن اعمل حاجه اسمه مارس. المارس دوت عباره عن ايه؟ اللي هو ان انا بعمل ارتفيشال ليفر زي الجهاز دياليسيس بتاع الكيدني. قال لك هعمل جهاز دياليسيس زيه بالظبط للليفر واشيل التوكسينز والكلام ده. مشكله المارس ان الكوست بتاعت الجلسه الواحده بتاعته 35000 جنيه، واللي موجود في مصر ثلاث اجهزه بس. اللي موجود في مصر ثلاث اجهزه بس. تمام، بنستخدم المارس حقيقي حاليا واحنا بنحضر العيان لليفر ترانسبلانت بول، ما بنستخدموش لو العيان مش عامل ترانسبلانت مش هيستفيد منه حاجه. تمام، اخر حاجه طبعا هي زي ما قلت لحضراتكم هي الترانسبلانتيشن، هو ده السيرجيكال تريتمنت او هو ده الفيرجيكال تريتمنت الخاص من الايه؟ من المشكله كلها. تمام، انا كده خلصت. فهمتوا حاجه؟ ما فهمتوش. استنوا هنا بس يا شباب، 5 دقايق ريست بالظبط، 5 دقايق ريست بالظبط. الدكتوره ايه هتخش لكم؟ صوت.
رايح اخشكوا 10 دقايق هعرفكم فين الاكزامينشن هنبص فيه عليه. تمام، انا عارف انا شرحناها المره اللي فاتت تمام، بس هتعمل